الثاني 28 ديسمبر 2015. اهلا وسهلا بكل المشاهدين اللي انضموا لمتابعتنا على شاشه ال بي سي، وتحيه كثير كبيره لمشاهدينا الاوفياء على قناه روتانا خليجيه. رح ترافقونا على مدار ساعه ونص من الوقت. اليوم لقائنا مثل العاده غني بالفقرات، مواضيع والتقارير رح تتابعوها باول جزء بلقائنا. واليوم ببرنامجنا رح نترافق انا ونانسي. مساء الخير ساشا، كيفك؟ مساء النور، يا اهلا وسهلا. الحمد لله وصلنا على الاستوديو. عن جد الحمد لله، وعجقت سير يعني ضيوفنا ما قدروا يوصلوا، ولكن تعرفي اجواء عيد، وعم فكر هلا انه السنه كيف مرقت بسرعه كثير. 28 يعني بعد في 3 ايام ونبدا سنه جديده، ان شاء الله بتكون سنه خير على الجميع يا رب. ان شاء الله. مثل العاده خلونا هيك نتعرف على محتوى حلقتنا بهاللمحه السريعه. جولة على أجمل إطلالات 2015 وجديد 2016 مع مزين الشعر نيكولا بخعازي. للشقراويت مكياج خاص مع خبيرة المكياج ماجي فارس. دكتور حبيب ظريف بيعتني بابتسامتك الأشراقة دايما. مصممة الأزياء وخبيرة الصورة زينة صليبي، وإطلالة مميزة لاستقبال العام الجديد. والختام مثل العادة مع كارا زمرود يلي رح تعرفنا على تقنية جديدة لشد الترهلات. هيدا جزء بسيط بانتظاركم اليوم بحلقتنا، ونبلش جولة على بعض الأخبار من حول العالم. ومثل ما بتعرفوا هلا السرعة الجديدة أو الترند وخاصة عند الأولاد وهي الهوفر بورد. لكن هالهوفر بورد وصل أخيرا إلى مرحلة جديدة من شركة أركا سبيس اللي أعلنت من إنتاج أول نموذج تجريبي لجهازها الجديد. هالجهاز هو قادر على حمل أي شخص لمدة 6 دقائق كاملة فوق أي نوع من الأسطح، إلا أنه أكيد السعر رح يكون ثقيل بعض الشيء، حيث يبلغ سعر الجهاز 20,000 دولار. هالجهاز الجديد بيحمل اسم أركا بورد، وهو يبدو مثل فراش سرير طائر، بيطلق 36 مروحة دفع صغيرة لرفع الجهاز عن الأرض بقوة الدفع العكسية. الجهاز يعتبر بمراحله الابتدائية، حيث أنه بطاريته لا تعطي قوة أكثر من 6 دقائق، وبتحتاج إلى 6 ساعات كاملة لإعادة الشحن. ويأتي أركا بورد بإصدارين، الأول بيحمل راكب يزن حتى 110 كيلوغرام لمدة 3 دقائق، والثاني بيحمل راكب يزن 80 كيلوغرام لمدة 6 دقائق. يعني حلو، صار فينا نطير. ايه عن جد عن جد حلوه كثير الفكره، بس 6 دقائق ليل يعني بركب الايام الجايه. انت طايره بالاول بدك تشوفي كيف كمان قد ايه فيك تعملي بالانس فيها. يعني اهلا وسهلا بدكتور ندى السعد. اهلا وسهلا دكتور، ثانك يو. شو الاخبار؟ عليكم وعليك يا رب. قد ايه في عجقه على الطريق؟ مش معقول يعني، بحياتي ما قطعت بهيك ازمات. بس حلو حلو اجواء العيد. ايه بركي هالتقنية منطير ومنحل نوصل بسرعة بسرعة. يعني ما بعرف وين حنوصل يوما ما. عن جد ايه؟ يعني هالاكتشافات، يوم السيارة بتقدر تطير، هلا مع هالبورد قديش مهمة. مظبوط، بس ما بعرف قديش فيها خطر كمان. بال 2017 رح يصير في سيارات بتطير، هيك حكينا من قبل. ونحن بانتظار طبعا نشوف هالسياره كيف رح تكون. انا رح اخذك لمحل ثاني. سامع شي مره بتكنكوي؟ بدنا نسمع هلا. تكنكوي هيدا احتفال بيقوموا فيه بالبيرو باعياد نهايه السنه بطريقه فريده ما بتخلى من العنف والفرجه، وقالوا انه بيظهروا من خلال قيم الشجاعه عند الرجال، وبيتحلق المحتفلين على شكل دائره، فبيدخل شخصين مثل ما عم نشوف بالفيديو للوسط، وبيبلشوا عراكهم بالايدي والارجل قبل ما تتحول الحلبه الى ميدان للرقص. ماشي يعني مش للرقص ولا للصراع؟ لا لا للرقص بعد ما انه مش انه يعني عم بيمزحوا، لا يعني مضبوط عم بيتصارعوا. وبيطلقوا محتفلين على هالطريقة اسم تاكاناكوي، وهي كلمة مركبة بتعني العراق الثنائي باللغة المحلية. وبيسعى المهرجان بالنهاية لتسوية الخلافات بين المتخاصمين حتى يبدأوا عام جديد بقلوب صافية، حتى وإن كان هالشي عبر جولة من العراق تنتهي بإعلان الفائز. يلا قوموا لنجي ونبلش مصارعة. هون عم نشوف بلش كأن شيئا لم يكن. يعني شو هالوحشية؟ إنه أنا ما بحب هيك. شو بدهم يتصالحوا من بعد ما يكونوا كسروا حالهم؟ ايه وتعرفوا جد، لانه بيكون في عندهم هلا كل واحد عنده مشكل مع الثاني. حلو انه يروح يحطه هونيك ويقول له تعال وبنختم هالسنه هيك
نبدا صفحه جديده. نانسي بعدين هالحماس قدام هالكم صح. من العالم، واحد بصير بده يفرجي قدرات وقديش هو قادر الجسدية والبدنية الشخص الاخر. صح. بس كثير فيها اذيه انا بعتبر اكيد. دكتور يلا نروح لعندك. انا اليوم خبريتي من هولندا يلي بمدينه اوتريخت الهولنديه اعلنت بلديه هولندا انه بدها توزع لكل شخص بينتمي لها المنطقة مبلغ وقدره 900 يورو، هو مثل إذا بدك معاش شهري. وهون للناس المتقاعدين عن العمل أو الناس اللي عم يشتغلوا رح يوصلهم بآخر الشهر مبلغ 900 يورو، وهيدا كدخل ثابت بده يكون شهري. وبيقول المدافعون عن الفكرة أنه هيدا الشيء حيكون أكثر ارتياح للناس بحياتهم حتى يعيشوا بكرامة ومن دون ما يكونوا معتزين لشيء. وفي ناس رحبوا بالفكرة، كما وأنه يمكن لبعض الأوقات ناس فكروا أنه ما بيعود عندهم هالحماس لحتى يشتغلوا، لكن بلاقيها أنا خطوة إيجابية وكثير مهمة. وقليل من الناس يلي فكروا فيها. هي الفكرة كان قام فيها بالزمانات توماس باين ببريطانيا حتى يقدر يساعد الناس بالقرن الثامن عشر، واقترح انه الحكومات تبقى تخصص لمواطنينا مبلغ شهري يكون قدره هيك تحت يقدر يساعد الناس. هلا حلوه هالمبادره انه تفكر بالناس مثلا العاطله عن العمل بحاجه كمان يمكن لمعاش لتغطي احتياجاتها، بس بتصور هذا الشيء بشجع اكثر هالشخص انه يقعد ما يعمل شيء، يعني ما يكون عنده طموح اكثر او ما يسعى يمكن لعمل، ما بعرف يمكن إلى حسناتها ولا سيئاتها. إيه بقول بس إنه هيدي كمان نظرة من قبل الحكومات قديش مهمة إنه تفكر بمواطنيها. هل على الإنسان إنه يكون هو يمكن طموح لو إنه وصلوا لعنده هل يمكن هل 900 يورو، ومنه غلط إنه يكمل يسعى. هو هل الإنسان وقت ما هو منه موتيفيتد ما عنده هالعصامية وهالطموح بالحياة بعتبر انا فاشل يعني ما اكيد. ويمكن هيك بيقدر على رواق ينبش على الشغل يلي هو بحبه وبيلاقي هالباشن تبعولته من خلال الشغل. رح ننتقل لفيلم ستار وورز اللي تجاوزت مبيعات هالفيلم تقريبا مليار دولار، تخيل دكتور، بمختلف انحاء العالم ليصير اول فيلم بيتخطى هالرقم بهالسرعه ب 12 يوم بس. جوراسيك بارك طبعا تجاوز تقريبا مبلغ المليار دولار، ولكن بعد 13 يوم من عرضه. انا بعد ما حضرت هالفيلم حسب ما عرفت بلال مش يومين ثلاثه حضروا بس ما قدرت اساله اذا حبوا ولا لا، بعتقد انه ايه بفتكر. انت حضرته دكتور؟ لا بعد بس انه اكيد حاحضره. بس مش معقول يعني هالاقبال اللي عم بيكون على بعض الافلام يلي فيها كثير من الكرياتيفيتي. صح. مهم كثير، مبلغ لا يستهان به. صح. بعد ما صاروا اسبوعين. اي والمشاهدين او اللي عم بيحضروا كمان الفيلم بحبوا هالمؤثرات الخاصه اللي عم بتكون بالافلام ومصوره بطريقه واقعيه، يعني مش هيك بتحس حالك بعالم. ومحبي ستار وورز يعني كتار بمختلف انحاء العالم كانوا ناطرين وناطره هالفيلم لينزل. انا هيك نوع من الافلام ما كثير انا كمان ما كثير ما بعرف لهيك ما تحمست. على قوله الياس دمار رحت 8:30 الصبح ليحضروا. أيه. بدبي، وكان اذا بعد في كان بده يحضروا مره ثانيه تخيل. من اخبارنا وهيك هالجوله السريعه على النيوز، خلينا نشوف نحن اول تقرير انترناشونال عن افضل اطلالات النجمات لعام 2015، لمحه وجوله سريعه بهالتقرير. العام لابد أن نتذكر أفضل الإطلالات الجمالية لأشهر النجمات خلال الأحداث والمهرجانات العالمية، ودائما ما تتسابق النجمات للحصول على لقب الأجمل والأكثر أناقة. فشهد عام 2015 العديد من الصيحات الجمالية المختلفة التي ظهرت في إطلالات النجمات المختلفة. تألقت النجمة دايان كروغر خلال العام في العديد من الأحداث الهامة، وكانت من أبرز إطلالاتها تسريحة النصف رفعة مع الشعر المنسدل، وقد اختارت المكياج الوردي الذي تناسب تماماً مع بشرتها البيضاء.
ودائما ما تطل علينا تايلور سويفت بإطلالات جمالية مفعمة بالأنوثة، ومن أفضل إطلالاتها لهذا العام هي تسريحة الغرة الجانبية الناعمة مع مكياج عيون القطة البارز. من النجمات التي تتميز بخياراتها الجريئة دائما، لكن هذه المرة ظهرت بإطلالة طبيعية تماما، فقد اختارت مكياج ناعم باللون الوردي الفاتح مع تسريحة بسيطة لتبدو بجمال طبيعي يخطف الأنظار. كما وتألقت العارضة كارا ديليفين في إطلالاتها الجمالية التي تتسم بالبساطة والأناقة في نفس الوقت، فقد تميزت بشعرها المتموج مع أحمر الشفاه الجريء، ولا شك أن حاجبيها لا يزالان هم سر الجمال في جميع الأوقات. التخلي عن الآيلاينر مع القليل من كريم الأساس هي إطلالة إيما واتسون البسيطة والجميلة التي كللتها بأحمر الشفاه الجريء بدرجة البرتقالي. وخلال العرض الخاص للجزء الأخير من The Hunger Games ظهرت جينيفر لورنس بإطلالة مميزة كانت هي الأجمل خلال عام 2015، وقد اختارت لون الشعر الفاتح مع أحمر الشفاه البرغندي. هيك كانت أبرز إطلالات النجمات. أما هلأ كمان متابعين بمطبخ برنامجنا ببيروت مع ضيفتنا المعتادة دلال كنج. أهلا وسهلا. كيفك؟ كيفك أنت؟ سبا وأنت؟ كيف كان هالعيد؟ جنن. أكل 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 صحتي ولا؟ لا هلا بس جمعة الجاي. جمعة الجاي بتعودي. اليوم شو محضرين من وصفات دلال؟ اليوم مع أني وعدة ننسي أعمل لها سومو، بس طلبا لمشاهدة طلبت مني أنه أشتغل باللحمة يلي بدنا نضيف لها البيستو صوص والحلوم، بدنا نلفها، بدنا نوضعها بالفرن، نوضع لها شوية زيت زيتون أكيد بالإضافة للبهارات، نشتغل حدا الكسكس وصلصة كتير طيبة من الكاري. عاملين كمان تارت على كستنا، بتعرفي نحن هلا بعدنا باجواء العيد والكستنا وهيك، بقى كمان تارت كثير طيبه. هلا اول شيء خلينا نبلش باللحمه، وهون بدي اقول للمشاهدين اذا انا اليوم ما عم بالي اكل لحمه، اليوم عم بحكي على لحمه عاده يعني البيفتيك او الفيليه او حيلا نوع من اللحمه، اذا اليوم ما عم بالنا لحمه فينا نستبدل بصدر الدجاج، يعني ما بيصير شيء ابدا، هيدي وصفه بشتغلها دجاج او لحمه. لكن جبنا شقفة بدنا نقطع اللحمة لشقف، أكيد بدنا نضيف لهم الملح بهار الأبيض، هون بدنا نشتغل صلصة الحبة، يعني اليوم عم نحكي على بدنا نطحن، بدنا نوضع كوبين من الحبة الأخضر أكيد المغسل والمنشف، بدنا نضيف له نص كوب من الزيت الزيتون، بدنا نضيف نص كوب من جبنة البارميزان، ثلاث حصوص من الثوم، رشة من الملح، رشة من بهار الأبيض، كل هذا الخليط بدنا نطحنه، ما بدنا ننسى نص كوب من السنوبر، اليوم عم نحكي على السنوبر الني مش ولا المقلي ولا المشوي، لكن وضعنا السنوبر الحبق الأخضر، زيت الزيتون، الثوم، ما بدنا ننسى البهارات، كل هذا الخليط بدنا نطحنه وبيطلع لنا صلصة الحبق يلي فينا نوضعها بمرتبين ونوضعها بالبراد لمدة شهر، ما بصير لها شيء ابدا. هيدي صلصة انا مش بس بحشي فيها اللحمة والدجاج، لا بعمل فيها بني او حيلا نوع من المعكرونة، بس اكيد تضيف لها شوية كريم فريش لانه اطيب. اطيب اكيد. بقى جبنا اللحمة او الدجاج مثل ما هون عم بيشوفوا، هيدي وصفة كتير كتير طيبة ساشا، انا بعملها بعزيمة وما بدها شيء هي ما بدها شيء سهل، يعني اذا عندي ناس في قبل بوقت حضريه بحضر اكيد الصلصه بشتغلها قبل. جبنا اللحمه ما بدنا ننسى انه وضعنا لها بهار الابيض بهار الاسود والملح يلي بتجي عم تنكهه، ضفنا ملعقه كبيره من صلصه الحبق، رحنا اشترينا الحلوم مثل ما هون عم بيشوفوا، ضفنا كمان الحلوم عليهم، وهلا بدنا نلفهم بهيدي الطريقه
مثل ما هون عم بيشوفوا، وبدنا نسكرهم بالكردون على التسكيرة أكيدة. شو بدنا نعمل؟ نشتغل فيهم لا يخلصوا. منجيب صينية منوضع فيها ملعقتين لثلاثة من زيت الزيتون، منصفصفهم واحدة حد التانية. فيهم هون فينا نلوحهم على نار مثل ما فينا نوضعهم بقلب الفرن. منحمي الفرن 180 درجة لمدة 10 دقايق، ومندخلهم من 15 ل 20 دقيقة بقلب الفرن. وحتى ما بدها كتير وقت. طيب دلال، قبل ما نروح بريك بس نقول كمان هون المكونات اللي عنا إياها للتارت. أوكي، اكيد نحن اليوم عم نشتغل على، هلا هيدي ما خلصت ساشا، بعد فيها الكسكس، فيها ساسا منتبعها بعد أكيد شوي انتبع. اليوم اكيد عم نحكي على عجينه، في عنا وقت خبر على العجينه. اليوم عم نحكي على عجينه التارت الحلوه يلي انا شخصيا ما بستخدم غير هيدي الوصفه، فينا نشتغلها ونفرزها لمده شهر اثنين ثلاثه ما بصير لها شيء. اليوم عم نحكي على كوبين من الطحين يلي بدنا نضيف له نص كوب من سكر البودره، بيضه كامله، رشه من الفاني، وما في استبدل 200 جرام او كبايه من الزبده. وكثير مهم انه الزبده ما تكون سخنه ابدا، بنشيلها من البراد قبل بنص ساعه. كل هيدا الخليط بدي ادعكه بالايد، بدي غطيه بفوته المطبخ، وبدي اوضعه على جنب لمده ساعه لتتخمر العجينه. بعد ساعه بدنا نمدها بقالب التارت، مثل ما كل مره بنقول بدنا شكوكه، بدنا نتقلها بحمص الحب الني، بدنا نحمي الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق، وبدنا نخبزها خبزه كامله لمده ربع ساعه بقلب الفرن. يعني اليوم وصفتنا مثل ما عم بيشوفوا هلا المشاهدين انه هيدي تارت مخبوزه خبزه كامله. في هون اخلص ساشا وضعها بالفريزر لمده شهر اثنين ثلاثه ما بصير لها شيء ابدا. وقتها بدي اشيلها لاحشيها، حاحشيها بعد البريك ساشا. شو رايك؟ برافو عليك يا دلال. حصلت لانه اسم الله يعني محضره كل شيء. رح نطلع عليك كل شوي بحسي حلقتنا. اهلا وسهلا فيك دلال. اما هلا اول فاصل اعلاني بلقائنا، وبنرجع بعد البريك بننطلي المواضيع اللي حضرناكم اياها لحلقتنا لليوم مع ضيفنا دكتور نادر صعب. وانجي وصلت على الاستوديو، سو رح يكون موضوعها كمان مباشره بعد الفاصل، خليكم معنا. من سدار ببيروت، ومرة جديدة بنحيي كل المشاهدين اللي عم تابعونا عبر شاشة الـ بي سي وروتانا خليجية. أنجي كسبية الحمد لله وصلت كمان بخير وسلامة. يا أهلا وسهلا أنجي. أهلا فيك. كيفك؟ مع تأخير شوي بس عادي، معلش ما بيأثر، المهم إنه لحقناك. تأخير ومخالفات صير طبعاً، بس الجمال بس الجمال كله بده يعني هيك شوي مسؤول عن الترافيك. اليوم قمر قمر اسم الله عليك أنجي. معك اليوم رح نحكي كيف ممكن نكسب وزن بيومين ثلاثة أو نخسر، أو نخسر كمان هذا الأهم نخسر. ودكتور معك رح نشوف كيف ممكن نتألق هيك بيطلع غير شكل وإشراق وجهنا يكون عم بيدور. شو هاي الشغل على الفي شيب؟ طبعاً الفي شيب مش حيلا لحظة بس تشوف يلا. مش هيك بيطلع. أهلا وسهلا فيك دكتور مرة جديدة. دكتور بداية خلينا هيك نبلش بأبسط الأمور، شو ممكن نعمل؟ أكيد نحن هلأ فترة أعياد، العالم كلها حابة يمكن تحضر حالها لفترة العيد، وبما أنه الوقت صار قريب ما لازم نلجأ لعمليات تكون كبيرة بتعطي ورم وزرق بتعطي إزرقاء. في كتير أشياء متطورة جدا من خلال الوخز أو من خلال الآلات بنستعملها على الوجه تؤدي إلى شد البشرة إلى حد ما. وأكيد هالشي بيكملوا استعمال الكريمات يلي بيخلوا يصير في ريتراكشن وتايتنينج للسكن بنفس الوقت. الإبر كتير تطورت، اليوم أنا بستعمل كتير أشياء مش لنفخ البشرة لكن لشدها إلى حد ما. من إبر الجلو ليفت للسبرمالين للكافيار للجولد اللي هو في بقلبه 24 كارات كأنتي أوكسيدنت، بيلعب دور كتير مهم لتحسين البشرة وأعطائها يمكن نوع من الرونة والنضارة وتحتى تكون مشرقة بفترة كتير وجيزة. طب دكتور هولي الإبر بس نحكي عن هالكومبينيشن كلها، الكافيار الجولد ممكن ينعملوا مع بعض ولا كل واحد لحاله لازم يكون؟ لا
كل نوع من هالابار. الكين الكافيار له مميزاته لعلاج البشره، الكين الجلو ليفت في بقلبه الانتي ايج اللي هو علاج ضد الشيخوخه، الكين السبرمالين في بقلبه الدي ان اي، كل شيء بيلعب دور كثير مهم على تحسين نوعيه البشره وبالتالي التخلص من يمكن التعب اللي بيكون موجود، اكين من مشاكل الهرمونات، اكين من ستريس الحياه واللايف ستايل لانه صرنا عايشين بفتره كلها ستريس. صح. طيب ودكتور صعب، شو ما كانت حاله البشره هون ممكن تستفيد على هالوخز وهالابر؟ يعني غير انه التعب مثلا البشره شاحبه منا نضره، يعني الست هم لحالها لفتره طويله حتلاقي الفرق دغري بعد الجلسه؟ يعني اكيد شو ما كان نوع البشره هي بحاجه لغذاء. هالغذاء بيكون على صعيد الخلايا الجلديه اللي موجوده. في عندنا كثير انواع، في عندنا اشياء فينا نستعملهم مثل الخلايا الجذعيه بيلعبوا دور كثير مهم، لكن هالاشياء بيعطي تورم وبيعطي اوقات ازرقاء بسيط يلي ما بنقدر نستعملهم هلا بهالفتره عند الناس اللي جايين على البناء خاصة لحتى يسهروا وينبسطوا ويكون شكلهم يمكن من أجمل أيام حياتهم بليلة العيد. لكن الجلو ليفت هو علاج ضد الشيخوخة، وكلنا شو ما كانت أعمارنا مع الوقت بدنا نوصل إنه نشيخ. بقى هون بنكون عم نحافظ على نوعية البشرة. الكافيار بيجدد هالخلية لانه بالكافيار في عندنا المكونات والانجريدينتس اللي موجوده بقلب الكافيار هن ذاتهم الموجودين بالخلايا البشريه وخلايا الجلدي. هيك بصير في تبادل وتزاوج بين الخلايا الاثنين، وهيك بتستفيد الخلية تبع الجلدي على حساب خلايا الكافيار. صح. الذهب مثل ما بتعرفي نحن كثير عايشين بمنطقه كلها حراره وكلها شوب وغبار واير كونديشن وشمس وكل هالشيء بيؤدي الى اكسده وبصير في عندنا كثير فري راديكلز بقلب الخليه. هون الذهب هو يعتبر من انقى المعادن واتقلها وبيشتغل كاهم علاج ضد الاكسده ومكافحه الاكسده بنفس الوقت. فيك ترد عاد على بلكي في شيء استشاره هلا بتكونوا عم بيتابعوك وبيبلشوا التليفونات والاسئله بلكي في شيء استشاره انجي طبعا بتهتمي ببشرتك من خلال التغذيه ولكن كمان هلا من فتره لفتره بتقومي هيك بتخضعي لتقنيات معينه لانه مثل ما قال دكتور صعب كثير مهم انه الواحد يغذي بشرته مثل ما كان من جوا كمان من برا ونحن بنقول انه التريتمون قد ايه بده يساعدنا ما هو هيدا مثل الغذاء اللي بنعطيه لجسمنا يعني نحن بحاجه انه نغذي بشرتنا على مده طويله وتكون on a regular basis فاكيد وما بيفرق العمر ابتداء من عمر ال 25 26 لازم نبلش نهتم ببشرتنا بسبب الاتموسفير اللي عايشين فيه وكل التوكسنز اللي عايشين فيها. بسم الله بشرتها عم بتضوي تضوي. بسم الله ميرسي. دكتور صعب قبل بقديش من الوقت يمكن السيده ممكن تخضع لهالوخز او هالابر ومثل ما حكينا دغري حتلمس النتيجه بعد ما تخلص؟ ساشا النهار اللي بنعمل الوخز ثاني نهار الصبح بس توعى بتلاقي في عندها يمكن هيلثي سكن از بيتر يعني كانه يمكن استعملت لها كثير كريمات ولا بتحس بنضاره ببشرتها. هيدا المهم يلي بنقدر نلمسه بوقت كثير سريع. واكيد بقول انا هودي الوخز هن لعلاج الخليه من الداخل، لكن ما بيمنع انه نستعمل معهم كريمات لاضفاء نضاره اكثر واستمراريه اكثر على هالنتيجه اللي بناخذها. البشره بالنهايه هي المنطقه الوحيده الوجه والعنق هي المعرضه اكثر للشمس وللاير كونديشن وللجفاف. كل هالاشياء بتجبرنا انه نهتم بهالمنطقه اكثر، اضافه انه الوجه مش بس انبى المنطقه هي صوره الانسان هي الايمج تبعه. يعني اليوم انا بس بدي اتذكر يمكن ساشا او انجي او نانسي او نانسي ما بتذكر الا الوجه هو اول شيء بيجي على 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 بيلة. على بالي. كرمال هيك الاهتمام بالوجه لازم يكون هو اسمى شيء بجسم الانسان. كرمال هيك انا يمكن قررت هلا عم بفتح مستشفى بدبي قررت اعمل قسم يكون اسمه الفيس كلينك
لانه الفيس فعلا هو اكثر شيء بده عنايه واكثر شيء بده ترتيب واكثر شيء منطقه ظاهره بيسوى تتمتعي بيمكن البطن يكون كثير حلو ما بتقدري تكشفي ولا يمكن يكون بشع بتقدري تخبيه، لكن الوجه ما بنقدر نهمله. سو بالكلينيك رح يكون في كل شيء عنايه بالبشره بس مخصص للعنايه بالبشره؟ رح يكون في كل شيء بالمستشفى، ايه؟ في قسم الفيس كلينيك كديبارتمون وفي القسم الثاني اكيد عم بعمل كثير عمليات هلا بدبي عكس ما كنت بالسابق كنت اعمل بس ببيروت، هلا كمان عم بعمل عمليات بدبي لانه يمكن الوضع والاستقرار الامني بلبنان خلى الناس كثير انه شوي تتجنب يمكن تجي كرمال هيك صرت لكل الخليج العربي بتكون تحلحلت الامور. طيب دكتور بالنسبه للفيلرز كمان في كثير سيدات بخافوا انه يخضعوا للفيلرز بهالفتره، ممكن انه يزرقوا شوي يورموا شوي، شو بتقول لهم؟ اليوم نانسي صار في كثير اشياء بتساعد على تجنب الازرقاء الى حد ما، اكيد ما لازم يكون اخذين اسبرين او مسيل للدم قبل اللجوء لهيك وخز، واكيد نوعيه البشره اذا كانت بشرتها للسيده كثير رقيقه وطريه وشقره يمكن اذا دقت بالباب دغري بتزرق، خلي بدنا نبتعد عنهم. اليوم الابر يلي بنستعملهم في عنا ابر ما لها راس يعني بتكون بلايند اند بنقدر نفوت فيها هيك بنخفف من الازرقاء قدر الامكان. بالنهايه الابره لازم نتجنبها حتى نخفف هالازرقاء. وحسب في اشخاص يمكن بتكون بشرتهم يعني في ناس بتوري بتزرق يعني في اشخاص كيف بشرته بتكون، ويمكن مثل ما قلتي نانسي انه في ناس بخافوا من انواع الفيلر. That's exactly why I question. لأنه أنا هيدا بشوفه مع كثير عالم بتخاف من نوع اللي it's very important يشوفوا وين المغزى وشو عم بحطوا بوشهم. صح البرودكت اللي عم بنحطه. إيه بالضبط. يعني البرودكت لازم يكون على طول resorbable hyaluronic acid FDA approved. It's يعني قد ما بدنا نعتمد على أشياء ما حنكون قد الـ FDA منظمة الصحة والأغذية العالمية يلي هي على أساسها بتقدر ترخص أدوية. وهون هيدا خير دليل انه الادويه لازم تكون FDA approved حتى نتفادى. بالجميل بقول الجميل هو موضوعي وكل انسان بشوف الجميل بعين، يمكن انا بحب شفافي كبار وغيري يحبهم اصغر او انت بحد ذاتك ما تكوني بتحبي الكبار. ما فيي ارتكز على وجهه نظر، لازم يكون عندي مجال انه غير فيها، يمكن اعمل شفاف حدا ما يحبهم يكون عندي القدرة أنه أقدر دوبهم بنفس اللحظة، ويمكن هيدا بقول سر من أسرار نجاحي أنه اعتمدت على طول على أشياء أقدر عدل فيها أقدر زيد وأقدر دوب بنفس الوقت. هيدي شغلة يمكن بتخلي جراح التجميل أنه ينجح أكثر بحياته المهنية. صح وقادر تصحح كمان لأنه عم بيصير في أخطاء كثير كبيرة بعالم التجميل. يعني أفضل طبيب تجميل أخذت العام 2015 ضمن مؤسسة أندرسون انترناشونال، هالقائمة يلي نزلوها ضمت عدد كتير كبير، أخذت المرتبة الأولى. ألف مبروك. ألف مبروك. وإلي صعب بالأزياء طبعا مصمم العالمي كمان إلي صعب أخذ المرتبة الأولى بالأزياء. الأولى بالأزياء. ثانك يو ميرسي لكم فيكم ذوق. ألف مبروك. يعني فعلا هيدا بيعطيكي دافع أكثر إنك تكتبي بحياتك المهنيه ويبقى الانسان ماشي على الخط الصحيح. بقول انا بالنهايه انه الجراحه التجميليه هي فن وهي موهبه عند الانسان، ما على جراح التجميل الا انه ينميها ويقدر يتعاطى مع المرضى بشكل نفسي إضافة إلى جراح التجميل لأنه هيدا كثير مهم. صحيح. وقد ايه حلو نشوف كمان شخصيات عربية ولبنانية عم تتصدر هالمراتب الأولى بلائحة كمان عالمية، فألف مبروك لألم للمصمم الأزياء اللي صعب. أنجي كمان مثل ما ذكرنا بداية اللقاء ممكن بنهار نهارين بالأخص حول الأعياد يعني ثلاثة كيلو لأنه أنا اليوم هلا عيد وخلص ما بقى لازم آكل لأنه أنا بعد العيد حبلش أعمل دايت ونفكر أنه نحن نصحنا بهيدي الفترة اللي كتير صغيرة. أكيد أنه الإنسان بينصح he bloats لانه بنعمل بنج ايتينج، بنكون عم نحاول للعيد نفوت بالفستان ونلبس ثيابنا ونطلع شكلنا حلو، بسهره العيد بنقعد نبلش ناكل، ثاني نهار بنقول حنوقف ما بنقدر بنكمل عم ناكل، هيدا الشيء بياثر وبيعمل بلوتينج، الجسم
دائما بدافع عن نفسه بطريقه معينه، فنحن جسمنا بدافع عن حاله بالمي اللي فيه، نحن بنكون اوريدي مزيدين كميه الاكل زايدين مقللين المي لانه ما بقى في محل لنقدر نشرب كفايه مي، وبنعرف انه 90% من العالم ما فيها تفرق بين العطش وبين الجوع، therefore لما نكون عم ناكل كميه اكل كبيره طبيعي انه الانسان يشرب مي اقل، ويكون بالاعياد يمكن يكون عم ياخذ الكول اكثر، يمكن يكون عم ياخذ non-alcoholic drinks اكثر which is full of sugars بخليك انك تعملي water retention ويطلع وزنك بين ليله والثانيه ب 1 or 2 kilos which is not fat، ما بيكون fat بس هيدا وزن بياثر علينا وبيبين علينا كحجم كثير اكثر من ما نعمل fat weight okay. بالاخص for the short period. شو لازم هيك ننصح المشاهدين؟ اول شيء ما يخافوا انه طلع وزنهم اليوم، انا من النوع اللي ما عندي metabolism تبعولي كثير واطي ما بيشتغل I gain weight كثير بسرعه that's not true، وصعب اني ارجع اشيل هالوزن، صعب ارجع اشيله مثل ما سهل انه الواحد يشيله وسهل انه يعمل الوزن بس الفرق انه تكوني عارفه شو عم تعملي وشو عم تاكلي، مش كون عم بتخبى من حالك. ثلاث ارباع العالم مثل ما قال الدكتور صعب انه هي عامل نفساني، يعني انا كيف الحكيم او الدايتيشن او whoever the person in front of me بياثر علي نفسيا انا بتاثر فيها وعلى اساسها بكمل. فبالحياه لما بدي اجي انا اعقد حالي واعمل حاول انه خاف انه اتلاقى مع صحنه وقتها بلش بنصح. فبيصير بالاعياد نحن بنخاف انه نحط اكلنا بصحن وناكل، بنخاف ناخذ قطعه جاتو ناكلها، بس هي اتس نوت ا كرايم، منا جريمه انه ناكل جاتو، منا جريمه انه يكون في عيد ونحن ناكل شوي اكثر وتاني نهار نرجع على طبيعتنا. فانا بنصح كل شخص بالاعياد انه اعياد موجوده كل يوم، الاكل موجود كل يوم، فينا اذا اكلنا شوي زياده مش معناتها نحن لازم ناكل فوق طاقتنا لانه اليوم عيد. في كثير بلاجرز كثير بالحياه اكثر من انه بس انه نحن ناكل مور ديزرت ونحط اكل اكثر ما بنقدر بجسمنا بس لانه عيد. فايتس فيري امبورتنت انه نعمل اول شيء اذا صارت الغلط واوريدي عملنا هيك نحاول قد ما فينا باول يومين ثلاثه ناخذ جريب فروت باين ابل وبنفس الوقت نشرب كثير مي اوكي مينرال ووتر من دون شيء روم تمبرتشر وقد ما فينا نقلل الملح لانه الملح هي اكثر شغله بتعمل لك ووتر ريتنشن هي كالوري زيرو بس اكشلي بتعمل لك ووتر ريتنشن وبتبطئ الدوره الدمويه بجسمك ذيرفور كثير مهم انه نكون عم ناخذ الجريب فروت والباينابل اثنيناتهم الاناناس كثير بيساعدونا انه نحرق الفات بالاخص بالابدومينال بالابدومينال منطقه اوكي هلا بنسمع كثير كمان بطرق مثلا نشربه خل الصبح الريق تابعي هالخلطه كمان لتخفف الوزن وفاتت العيد بيكثروا هالمنتجات كل اي خلطه موجوده بتاثر علينا نفسيا لانه نحن اول شيء الخل اوكي يمكن نفسيا ما ياثر علينا ونشربها لانه بنعرف انه اتس كان ميك اس لوز ويت هي ما حد ضعفنا اذا ما ظبطنا اكلنا، ثاني شيء ممكن تحرق لنا معدتنا ونعمل جاسترايتس نعمل كثير مشاكل بالمعده اللي حتضلها معنا لوقت كثير طويل. فأنا بقول إنه شوي نوقف كل شيء خاصه بالدايت، نوقف نشتري دايت برودكتس بكمية هائلة لأنه نحن مضايق حالنا نفسياً فيها. بدك تاكلي دايت لبنه او وات ايفر، خذي اللبنه بس كليها بكميه نفس اللي عم تاخذيها اللبنه العاديه. يعني الحلو اللي عم بتقوله انجي انه حلو الانسان يكون فير بحياته exactly. ياكل باعتدال، مش ضروري هالبوليميا بوقت معين وهالحرمان كثير يلي بوقت معين، انه هيدا هو انجح انواع الدايت يلي معقول يكون، ما بتحرم الانسان من شيء ولا يكون هالشراهة بالأكل يلي صح. موجودة ما هي فكرة الدايت بس تكون ببالك بتفش خلقك أنا بقول لك كل شخص يسأل حاله شو يعني دايت What's the definition of a diet بيقدر يفسر لحاله أن الدايت هي حرمان ولا بكتاب موجود أنه ممنوع تاكل شوكولات ولا ما Chocolate is one of the very good antioxidants. فاللي لازم نعمله أنه مثل ما قال دكتور صعب باعتدال باعتدال وبنظام ونهرب عن كل شيء بيحرمنا بيحرم جسمنا من شيء بيستلذ فيه ولحتى نقدر نعمل بالانس. كمان بيقولوا لنا هيك تب صغيره انه الواحد بفتره الاعياد وبالمناسبات والعزايم انك تزغري صحنك دائما زغري قديش هيدا الشيء من بعطوه دائما زغري صحنك عمال الصحن هالقد وعقلك في جبل بس وقتها بس وقتها ان اكلك يكون منظم انت بطلتي عم جوعي صارت البورشن لا من لا شعوريا معك كثير اقل
ليكي بس شو هالسر دخلك طال لي ريستو على طول بتلاقي بجيبوا لك صحن كثير هيك هيك العركة بتجيك قطعة قطعة عن جد شو السر؟ شو السر؟ أنا على فكرة بس لما أكون جوعانة ما بروح فرنش راست مضبوط لأنه مرأة فرنسي دايماً هيك إنه سايكولوجيكلي وات يور تيلينج إز ترو يعني إنه بتحطي صحن صغير وبتعبي بتلاقي حالك إنك أكلتي كثير بس إنه بالريستو خاصة الفرنش وان بتلاقي إنه انه اتس كومبليتلي ديفرنت يعني بس هيدي ما بتزبط بعزيمك يعني دكتور جازمك على العشاء ايه عم تقول كل الستارترز على هيك كلهم قدامك وبدك اياه يعني شو بصير بدك شي ثلاث ايام بتشبعي دايت ورجع للنظر هيدي مقصودة هيدا الهدف تشبعي من النظر لا هيدي مقصودة لنعمل بوتوكس المعدة هذا ترويج للعملية يعني بوتوكس المعدة هي للحد للحل مش شراهة يعني انا بقول بوتوكس المعدة هو الدايت بحد ذاته لانه انه بدك تخففي من الشراهة على الإنسان إنه ياكل لكن باعتدال بيقدر يعملنا بالانس لوحده هيك فمنجدد معايدتنا لكم شكرا لكم على هذا الساعة سلامتنا لأنابيلا كمان إلا اشتقنا لها كثير بوصلنا إياها أهلا وسهلا وأنجي شكرا لحضورك معنا ثانك يو سريعة ميرسي هلا بعرف إنكم إن شاء الله سنة خير عليكم وعلى ال بي سي الفضائية وعلى كل الأم العربية يا رب وتكون فعلا نهاية الحزن لانه تعبنا عم تجربوا عليك وعائلتك على الجميع اهلا وسهلا دقيقه قليله مع الاعلان وبنرجع منتابع معكم بعد الفاصل والى فقره ريلوكينج مثل العاده مع مزين الشعر نيكولا بخعازي وشعر من الاسود الى الاشقر منتابع التفاصيل بعد الفاصل بيطل علينا وبيبتكر بدقايق قصة وتسريحة لكل شعر ولكل موديل منشوفها بالسيجمنتس معنا فمنحييك اهلا وسهلا نيكولا كيفكم؟ كيفك انت؟ يا اهلا وسهلا على الطاولة المهضومة كيفك جوا؟ مزروب جوا والمسؤولة عن جمالنا والمكياج الخاص فينا خبيرة التجميل ماجي فارس اهلا وسهلا ماجي اهلا وسهلا هلا جدية ماجي لا ماجي اصلا وعتليني هم مع انه برا في اخبركم كلمة واحدة ثانية فمنحييك ماجي اهلا وسهلا ميرسي نيكولا ماجي عن جد تحويل كامل بالشعر ماجي كان لون شعره غامق كان اسود اسود انه اسود خبرنا شوي المراحل كيف لصرنا بهيك لون وجريء بعتقد الحلقة الماضية انا ونانسي كنا على الهواء وحكينا شو المراحل للاسود الاسود ما فينا نعمل ونقوم نقول نحن بدنا نعمل اشقر الأسود عنده مراحل يعني بتفتحي أول شيء من الواحد للخمس ستة أو لسبعة من الدرجات وبترجع بتشتغلي بالسلوفان بالألمينيو لتعملي بتوصلي على مرحلة خلص الشعر بيقف ما بقعد يشتغل يعني ستوب ما بقعد لا يشرب دواء ولا يشرب أي برودوي لأنه بصير مثل بانيك لأنه مثل الألوان عم تطلع تقريبا ل 13-14 رقم بفرد ساعتين ريحني ورجعنا بعد يومين عملنا كالر وقدرنا نحافظ على الشعار اللي هو طبيعي صار والبوينت يمكن بعد في شوي غامي اشتغلنا فيهم على كريزي كالر وماجي بهنتها يعني اكيد بتتجاوب لانه هدي كتير بدها جراءه صح مش حيالها كلاينت بتكون يعني بتقرر انه اثنين للغامق لا وبعدين دائما انا بدي اعطي التفات نظر مش حيالها شخص او حيالها ست او حيالها يعني اي بنت بتقدر تحول شعراتها من الغامق للفاتح ما بصير عندها زهق بالعكس ماجي كانت متقبلة كثير الموضوع على بالها بعدها كمان تعمل كريزي وكريزي صح وماجي من الاشخاص اللي بيغيروا كثير من لون شعرهم يعني كان شعر اسود الى شعر احمر في الشكل كل مره في شيء جديد بتعمله هلا كان في قلت لك هذيك المره على الهواء كان في تحدي بيني وبين ماجي ايه؟ انا كنت عم بقول لها ابدا ابدا ماجي انت قد ايه كنت بشجعه وعلى بالك تعملي كثير كنت متوقعه انه هيدا اللون رح يطلع ليكي انا هيدا هو اللي حطيته براسي بس ايه يعني كل اكيد كنت متوقعه رح يطلع بس هو مش كل العالم بتلبق لها هيك هيدا الدوغري الفاتح
هذا كان كثير شيء يعني بالنسبه لي انا اسود حلقات فاتح كان تغيير وبشرتك سمراء كمان تغيير جذره يعني. طيب عم نشوف بالصور هيك بنحكي شوي عن المراحل. سو هون كان شعره لماجي بهلا هون ها ماجي هيدي ماجي لا عن جد مش اختها لا هيدي ماجي انه هيدي السوفت فيها الناتورال شعراتها هلا اكيد وقت بصير نعمل كالر وكل شيء بصير ببلش بالكريزي هار يعني اوكي اليوم الصوره الثانيه هون بلشنا نشتغل اوكي هون بلشنا اول مرحله اول مرحله يحو الشعر بعده غامق بين ايدينا يعني هون بلشنا نحل 20 او 30 او 40% من الواحد للسبعه او الثمان الارقام بس اذا بتطلعوا بماجي كثير رح تتبسم ومهضومه وحابب انه كثير تغير هيدي مشكله عند كل الاشخاص بتشوفيها كل الاشخاص تبقى قاعده بين ايديكي وخايفه هلا اللي بخبرك اللي بحب اقول لك اياه انه ثاني نهار انا شفتها لماجي مش انه كانت مبسوطه كانت طايره من الفرح مع انه ما حدا منها شجعك كثير قالت لي اول شيء انه ماجي انه استغربت قالت لي لا انا وعيت اليوم حدا ثاني مبسوطه بس يمكن بده ميك اب اكثر هيدا اختصاصها هي هلا هون في طريقه حلوه كثير انه وقت بتكون عم تعمل الافاسور عم تعمل هذا الاكلارسيسان لازم نفتح الشعر بهالطريقه لانه هذا البرودوي بحمي الجلد بيعمل تقريبا تكستير للشعر بكسرها بيحرقها بدنا نكون بهالطريقه هذه اللي نفتح الشعر فيها وقد ايه بده دقه كمان بده كثير التكنيك هذا من اصعب التكنيك بالمهنه عندنا من كفي كمان بالمراحل هون بنبلش لنحمي راس الشعره يعني بنبلش نلفها لتحمى راس الشعره تبلش تفتح معنا ومثل ما اتبعتي كمان مفرغين بين خصله وخصله ليتهوى الشعر ممنوع هيك يكون في ضغط لانه هو بيعمل شالار بيعمل حماوه بيعمل شوت يعني بخلي الشعر يهر اذا ممنوع اذا بننتبه هون كمان بلش يفتح معنا صرنا بالرقم 6 بالرقم 7 لانه نيكولا ياما بنسمع مرات مثلا صبيه عملت شعرها اشقر يي حرق لي شعراتها عم بتنتف هيدي دغري اوتوماتيكمون بده يحترق ما في مجال اذا ما عندك خبره كافيه بده يحترق الشعر اكيد اوكي هون وصلنا لدرجه تقريبا السبعه ثمانيه اللي هو بيحمر بروح على لون الشمس بروح على لون الاورانج لانه ما بيطلع هون بدنا نرجع هلا نشوف المرحله اللي بعدها كيف اشتغلنا هالمراحل كنت يعني هيدي المرحله هاي المرحله الصعبه وهون بده يكون عندك كثير نفس طويل انت عم تشتغلي يعني بده تكون الماشي كثير رقيقه يعني تقريبا هون عندك شو 150 200 ورقه بالراس بده يكون عندك نفس وهذا تقريبا بتبلشي بدوز اوكسيدان كثير خفيفه من تحت لنص الراس من فوق بتقدر تقوي لانه اذا بنشتغل بدوز عاليه نط على فوق ما في شعر اكيد يعني صدقيني ماجي عندها باور عندها الجرأة وعندها يعني حتى حصلت على شعراتها وشعراتها ما تعبوا يمكن اكيد بنشف الشعر 20-30% اللي هو بالسواء نقدر اكيد اكيد نرجع نعتني بالشعر هون بنبلش نحن نحمي شوي لانه بيصير وقت الشعر ببرود نرجع نعطيه ادفانتج لقدام ليرجع يحمى ليرجع بس اذا بتطلعوا كل وقت ما قاعد تضحك يعني احب فرحان انه تفتح شعرات متحمسه بس شفت الاحمر شو صار فيكي اول هيك لا عادي كنت عارفه شو معروفه على الاحمر من لا بس مثل ما بعملكم ورا الكوليس كنت عم بعمله بالسنه دائما هيدا العجب وهون هون اخر مرحله تقريبا صرنا تقريبا على الفينال هون بلشنا نغسلك قديش فتح معنا طيب بعدين كيف رجعنا رح نشوف بالصور كيف ضفنا هاللون هيدا لا ما رح نشوف عملناها سوربريز لتشوفون على الهواء اوكي هيدا اللون بعد في صوره وحده يمكن ايه. اوكي هون بلشنا نشيل خلص هون ثاني يوم مثل ما قلنا ثاني يوم بعد يومين بعتقد ما هيك بعد يومين كمان اشتغلنا تقريبا زيت التكنيك بس على سلوفان ترانسبارون هيك بنشوف قديش قديش البوغري فتح الشعر مش كل شوي بتفتحها وبتطلع عليها لا خلص لانه صار الوقت بده يبلش يتعب معنا صح. لازم نشيل يعني ما لازم يعني مثل ما بقولوا اندر سي لازم نضل عم نشوفه طيب هالخصل يلي دخلت لها اياهم لماجي يلي لون ما شو بيقولوا له هذا بلوجيتان بلو بلو يعني هو الفكره نانسي انه الشعر هون اشقر
لو حطيتي كحله غامي رح يلقط شوي فاتح اوكي لانه الباز. هلا نحن اذا عبينا نغذيهم مره واثنين وثلاثه بنشتغل على التكنيك لانه هذا الكولور عند كمان. خلينا نحكي شوي عن الكولور البلو والروج والفير وهول الالوان بانتور يعني هون بتحطيها وبتعمل دغري براشينج دايري ما بتشتغل فيها الكولور لانه رجعنا اذا فتنا هالكولور رجعنا عم نتعذب هول على الغسيل بيروحوا نرجع هلا ما بالنسبه لها صاروا فانتزي كماله لشغلها يعني كيف عم بكره بقوم جنونه كيف بقوم عم بكره الكريزي تبع الميك اب هيدا الشعر هيك عمليه ومام دعيونه تشتغل ميك اب. ماجي بما انك موجوده معنا هيك خلينا نستفيد كمان من وجودك ونحكي عن الميك اب يلي بيقلبها عاده للشقراوات. ليك دائما الشقره بدها دوب الميك اب عن السمره هي اول شغله. ثاني شغله فيها يلبق لها كل الميك اب بس حسب يعني بالنهار بده يكون شيء خفيف وبالليل بده يكون شيء قوي لانه على الشقر ميك اب القوي دغري بيلفت دغري بيعطي يعني ممكن يعطي شيء مش ناتورال مش حلو ايه كثير قوي بيطلع. فينا نروح على الوان ترابيه فينا نروح الوان زهر حسب اي شقر في الشقر الذهبي في الشقر الرمادي. الذهبي دائما بيكون كل شيء ترابي فينا نشتغل سموكي عليه فينا نشتغل ترابي ناعم نقوي الحمره حسب السيده هي كيف بدها تطلع حالها. والرمادي دائما بنروح عليه بالالوان الاسود درجات الازرق يعني بتغمق شوي بالاي شادو ايه فينا نغمق اي شادو نفتح شفاف وفينا نفتح اي شادو ونغمق شفاف وفينا نعتمد اي لاينر على طول بس دايما. يعني هيدا بيعطي اكلا بس اهم شيء دائما نقوي الفون دو تان ونقوي البلاش لانه بتعطي الشقره دغري بتعطي باهته ومريضه مثل هون مثلا عاملين اي لاينر شفت التان مشتغلين صح على التان ضروري والبلاش ما بهم الحمره فيها تكون هيدا النهار فيها تكون بالليل يعني حسب هي السيده كيف بتشوف حالها فيها تزيد الحمره يمكن فيها تزيد حمره فيها تعرض الاي لاينر هي كيف ترتاح يعني مع حالها وحسب يمكن الاي لاينر حسب كل فورم عين بده ستيل معين ستيل اي لاينر معين اكيد اوكي بنشوف الصورة الثانية هون هيدا الشقر الذهبي يعني الأكثر ناتورال فدايما بيكون هيك سوفت بيبي بتحط ايه بدك تحطي ألوان كثير ناعمة ودايما هيدا الشقر بيلبق معه كل شيء على زهر أكثر من إنه على بني زهر بيعطي إكلال حتى الفاونديشن فاتح يعني ما غمقنا بالفاونديشن لانه ذهبي دائما البلاتين يعني كل شيء بيروح عرمادي بتضطر تغمقي اكثر من الذهب. الذهبي دائما لانه في ناس بيخلقوا شقار ذهبي كمان هيك في شيء طبيعي يعني بيكون فيهم. هون عم نشوف الميك اب القوي اكيد ميك اب هيدا سهره اكيد وقتها بنستعمل يعني رحنا هون سموكي اسود وفوتنا بقلبه البني كمان وخصوصا العيون الملونين بفضل نروح على الاسود والقليل تتلاقي على فكره سموكي اسود للبنات الشقر عاده بياخذوهم صوب البني مزبوط بس هن لانه العيون الملونين ما بيبرزهم غير الاسود كرمال هيك ببينوا بيطلعوا رياف ودائما الحمره ناعمه مع سموكي اها بعد في كمان اوكي هيدا هيدا الاشقر اللي بيروح على عسله على كمان برونزي اكثر مزبوط برونزي هيدي هي تان كثير مدروس حتى الحمره وهيدا لكل يوم يعني فيها الوحده تطلع فيه كل يوم هالالوان شو حلو ما بقدر شو حق انه هي جيجي لحالها جيجي اكيد جيجي كثير حلو اوكي وهون وهيدا كمان لانه عيونها ملونين رحنا كمان على الاي شادو الاسود بس على الخفيف قوينا الحمره فهي دائما بنخفف العيون من اول الحمره تتبرز ببين الوجه اكثر او بالعكس بنتصرف وقت يكون في دائما معتدل يعني في الوان معتدله مع بعضها مش اوفر صح صح بس في شغل بالفاونديشن بالبلاش هو التا احلى شيء لازم هيدا الشقر هون هيدا الغلط الفادح للشقر في شغله دائما مع الشقر هن لون الحواجب دائما لازم يكون متناسقين يعني مفتح شعر لازم ضروري يفتحوا الحواجب هيدي اكبر غلطه وقتها بيكون شعر ابيض ولبسه ابيض والتان تبعولها كمان منه غامق تركه حواجبها سود هيدا اكبر غلط لازم دائما نفتحهم وكل لون شعر بيلبق له بني معين في البني الرمادي للشعر الرمادي والبني الطبيعي للشعر الاشقر الذهبي طب اختلها شوي حواجبها لماجي اكيد 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 بكل التكنيك دائما للست
انه لازم نفتح لك حواجبي لان تفتح الحواجب هذا متطلبات وقت الست بتغير اللوك تبعها انه تغير لون حواجبها اللي تبين دائما مثل دائما بنقولها معكم انه تبين مرتاحه كثير نايمه ساعات هو بيريح بشره الوجه لو دغري اول يعني اول نظره لي يطلعوا بحواجب اذا سود روحت كل اللوك في ناس بيفتحوا شعرات مثل ما هي بقول بدهم يعطوا اثيران انه يكون غامق لا انا مش معها هلا الكوارث بتكون عامله بلوك لا بس تطلع نظره قاسيه قاسيه مع الاشقر دغري بيعطي قاسيه كمان حلو حلو اللوك يكون متناسق او شيء مثل ما شفت هلا كنت قلتي شو الصوره البرونز الحلو لابسينا بنين ميك اب برونز شعرتها على ميال وقت بيكون في تناسق كل شيء بينجح انا هيك بشوف اللوك كله بيطلع ناجح شو راح نشوف بال 2016 الوان مثل لون شعر ماجي في جنون في عاملين نحن تقريبا صرنا مده بنطلع كل نهار تنين معكم جمعنا كم صوره عن 2015 عملنا هول تقريبا كلهم شغل ال بي سي هالموف عملنا سلايد شو يعني اكثر من سلايد شو موفي شو مثل الفاشن اشتغلنا على كل هاللوك اللي بتعرف اللي مرقوا من بيروت بال 2015 بدنا نلفت نظر شغله انه نحن وقت بنطلع كل نهار تنين بدنا نقول للمشاهدين انه نحن بنتعب لانه بدك تحضري لهاللوك بدك تبقى لهاللوك بتقرب الثاني للبنت بتقرب يعني بيشبهوا بعضهم ولوك بتخلصوا بخمس دقائق مش بس هيك لوك بتخلصوا بخمس دقائق هون الاصعب كمان هيدا الشيء اللي اصعب هالالوان الكريزي كالر كله الويفي انه هاي الموضه يعني الموضه ما في كيف وراح تستمر معنا يعني ل 2016 اكيد 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 بال 2016 راح يكون في اشياء جديده راح نشوفها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دائما شغلتنا صدقيني صعب كثير تلاقي اشخاص تغيرين اللوك وترجع بدك ترديهم يعني بدهم يا بتلاقي تلميذه جامعه يا ست موظفه ببانك يا بشركه مش هينه انك تقلبي لها اللوك 90 درجه صح بقى حطينا اعلانات شوي على السوشيال ميديا على الانستغرام على الفيسبوك حطيناها دائما على باب الجامعات لنقدر نجيبها للكلاينت لانه مش عنا عم نعمل وان ستيب ومنخلص لا كمان بدك تستمري معها غيرتي لها اللوك كمان تعمليها جراتويت تعملي فريكات بدك تضلك حدا للكليانت يعني ما فيك ثانك يو على كل حال نيكولا ثانك يو لانه دائما انتم رافينا انتم ماجي ان كان بالشعر او بالمكياج وبتهتموا فينا مش بس فينا بكل الضيوف كمان يعطيكم الف عافيه اهلا وسهلا نحن ب 2016 ان شاء الله بنكون صرنا بالرياض ان شاء الله بنكون صرنا بقطر ان شاء الله اذا الله رات كل شيء فيه ثانك يو ان شاء الله بنعاد عليكم كلكم بخير بنشوفكم اكيد ثانك يو كل يوم اذا الله رات تسمع عناء بتسمع عياط قولي ماجي خنجتنا خنجتنا حياتي بتجنن بنشكر ستاف صالون نيكولا وجنوب خاز اكيد كل كلوديا بشكر كمان ماجي هلا كمان عم تساعدنا بتعرف حدنا بنشكر سيمون ورامي وكل الشباب واهم شيء كمان جنوب ميرسي بوكو ثانك يو أكيد تحياتنا للجميع ميرسي مشاهدينا فاصل إعلاني وبنرجع نتابع بقية فقراتنا خليكم معنا الابتسامة هي أساس طلتنا وبتزيدنا جمال وسحر مشان هيك اليوم بضيافتنا الاختصاصي بجراحة الفم وطب الأسنان بالليزر دكتور حبيب ظريف أهلا وسهلا فيك مجوار كيفك دكتور؟ الحمد لله كتير شو أخبارك؟ شو بنعاد عليك؟ مرسي وعليكم دكتور اليوم رح نحكي عن جامي سمايل عن صحيح. تقنية الجامي سمايل خلينا نفسر بداية شو هي؟ الجامي سمايل بدرجة الأولى هي يعني باي ديفينيشن إنه وقت الشخص يضحك ببين من اللثه تبعه اكثر من اللزوم، يعني هو اجمالا البيشنتس بحسوها هذا الشيء، مشان هيك دائما عندهم تندنسي انهم يخبوا ضحكتهم هن وعم بيحكوا، انه يعملوا اكوموديشن يعني يصيروا يضحكوا مش ابتسامه عريضه يعني نص ابتسامه اذا فينا نقول، بيعملوا يعني اكوموديشن على الوضع تبعهم وبكونوا عارفين انه هن مزعوجين من هاللثه هالابتسامه او هاللثه اللي عم تبين بسموها جامي سمايل
اها طب هيدا الشيء بنشوفه يمكن خاصه خلال فتره الحمل، ممكن يعني الشخص اللي يعني او المراه اللي عندها الجامي سمايل ممكن تزيد كمان عندها. هو بصراحة مش من ال يعني مش الشخص اللي عنده جامي سمايل، هي الحبل بخلي اللثة تورم شوي ببعض الأحيان ببعض الحالات، مش هناك بحس الجام عم تبين أكتر، بس هي حقيقة هي إلى أسباب أكتر بكتير، ومن أولهم هي سبب الوراثة. بلاحظ الأهل أمرار صحيح بيكون حدا من الأهل عنده بالأساس هيدا الموضوع. الشغله الثانيه المود دو في وقت بخلال طفولته للانسان، يعني اذا في شخص مثلا بحط سيسيون دو بوس، يعني بحط اصبعه بمص اصبعه بتمه هو ولد بيطلع الحنك عنده شوي ديفورمي اكثر، دفش لقدام بصير عنده جامي سمايل. في عده امور، في ناس عندهم اللب كمان الشفه الفوقانيه كثير رقيقه، مشان هيك كمان ممكن يكونوا معرضين للجامي سمايل. ولكن هلا صار في حل هالجامي سمايل اكيد. شو التقنيات اللي متبعه هلا تنكون شوي براكتيكال للمشاهدين تقدروا يعرفوا التقنيات وكيف بدهم يميزوها. اكثر شيء الكرايتيريا تبع الجامي سمايل هي حجم السن، يعني اذا السن عندنا صغير بيقدر يعمل جامي سمايل ريدكشن، يعني نعلي اللثه بيكبروا الاسنان وبصير شكلهم احلى وضحكته احلى وبتخف الجامي سمايل. إذا السنان كانوا بالأساس كبار ما بنقدر نعمل جامي سمايل كوركشن باللثة، ساعتها بصير بدنا نكبر الشفة أو نعملها ليب ريبوزيشنينج. أكيد ما عم نحكي عن الأورتوجناتيك سيرجري اللي رح نحكي عنها بعدين. مثل هون عم نشوف مثلا هون السنان أصلا كبار حجمهم. إذا السنان أصلا كبار حجمهم ما بنعلي اللثة، بنجرب إنه نكبر الشفة تنخبي اللثة. هون كبرت الشفة؟ عملنا ليب ريبوزيشنينج هون، يعني بنغير مطرح اللثة الشفة. الشفة يعني بصير لها ريبوزيشنينج لتحت، بسموها إذا بدك أون دوتر تيرم إنه بتقضي بالشفة. عملية صحيح، فينا نعملها بالليزر أو بالكونفنشنال، بننزل الشفة بنخليها المطرح اللي بتلقط مع اللثة بتكون أوطى. عشان هيك بصير البيشنت يضحك بصير اقل. وشو فرقت ولاحظنا كمان دكتور انه المسافه بين الانف والشفايه منا كبيره، يعني صحيح. ما وسعت بعدها مثل ما هي. هلا هي هون بهالحاله شوي بتكبر اكثر لانه مجبورين نغطي اللثه، بس اجمالا مشان هيك في كثير كرايتيريا بتلعب هون. يعني اول شيء حجم اسنان لنا تنكون براكتيكال للمشاهدين تقدر، يعني اذا حجم اسنان كبار ما لازم نعلي اللثه، لازم نشوف الشفه شو بدنا نعمل فيها. بس دكتور هيدي العملية يعني هي نوع من عملية تعتبر، بيقولوا انه مزعجة، يعني بضل المريض على فترة الشفاف كأنه في تنميل. لا مش مفروض. لا 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 ما عنا هي كومبليكيشن بتكون. هيدي كومبليكيشن ما بتكون عملية ناجحة 100%. لا بتكون ناجحة بس بتكون كومبليكيشن. يعني مثل هون كمان كيس تاني عم شوف، هون بيشنت كانوا سنانها كثير صغار. علينا اللثة، يعني بالليزر بنقدر اليوم أو بالكونفنشن اللي فينا ناخذ ذات النتيجة، بس بالليزر أكيد الكومبليكيشن بيكون أخف. فينا نعلي اللثة بالليزر على تنعطي شوي شيب للثة متناسق مع شكل سنانها وشكل وجهها، ما بيسوا كمان يكونوا سنان كبار والوجه صغير كمان. نعم. بقى من بعد ما نعلي اللثة بنقدر ناخذ نتيجة اميديت، يعني دغري بذات الجلسة. وإذا بدنا نعمل أي شيء خاصه بالهوليوود سمايل أو شيء فينا ننطر عدة أيام، يعني لأسبوع نقدر نعمل اللثة. صحيح نقدر نعمل الهوليوود سمايل. وبالليزر قديش ممكن نشيل من اللثة تقريبا؟ يعني كم سنتي ممكن؟ ملي هي مليمترز اجمالا، فينا نطلع على 2 مليمترز 3 مليمترز اوقات. مثل هون الكيس هيدي افتر من بعد ما عملنا للثه وحطينا لانسز لومينيز على 3 تيز، مش عليهم كلهم. السنه اللي فاتت لجوا حطينا له لانتي لومينيز مشان يثبت صفته شوي لبرا. صحيح. واجمالا في شيء كمان اسمه بيولوجيكال ويث باللثه، بين اللثه والعظم في مسافه، هذه المسافه لازم تضلها محترمه. يعني لما واحد بيشيل من اللثه لازم يشيل من العظم تحت كمان تضلها ما يصير في انفلاميشن من بعضها. هيدا الشغله كثير دقيقه بس اكيد بدها كثير حديث طويل يعني. بس اجمالا للمشاهدين بهمهم انه يشوفوا اذا حجم اسنانهم صغير بنقدر نكبر بالليزر جامي سمايل سيرجري از فيري ايزي، بنقدر نعلي اللثه بناخذ حجم اكبر للسنان وابتسامه احلى. واذا كان حجم السنان صغير كبير ساعتها بنغير حجم مطرح الشفه. طيب بصير نشتغل على الشفه. طيب دكتور بس نقول بنحسن من خلال الليزر، هل في وجع؟ قد ايه تقريبا بدها وقت؟ هي الجلسه وحده خلال 30 دقيقه تقريبا من دون وجع، لا بالشغل ولا من ولا بعدين ولا شيء. اكيد في ميديكيشنز بتنعطى مثل يعني بريفنشن بتكون تغطيه يعني، بس مش اكثر.
الليزر اليوم بالعالم في له كثير ادفانتجز. عم نشوف هون كيس كمان الجامبي سمايل اوقات ما بتكون بس على سن واحد، تكون على سن سوري مش على سن سمايل كومبليت، ممكن تكون على سنين بس البريمولر اليا يعني صح. في بعض الاشخاص بيكون عندهم بس على الاطراف، فينا نعمل بس لسنين ونقدر بعد جمعه ناخذ نعمل كوزمتيك دنتستري تريتمنت بعد اسبوع وبنقدر ناخذ ريزلت كثير كتير منيحة. مثل هيدا كيس فول ميك اوفر كمان بالليزر، هون منشوف مثلا الحجم السنين صغير، هيدا اميديت، هيدا بالذات السيشن بنعمل الجامي سمايل بس ما في وجع، ما في وجع ابدا، وبيرجع بياخد ريزلت هيك الواحد افتر وان ويك. يعني كتير التكنيك كتير مريحة مقارنة مع الكونفنشنال يلي هي كمان بتعطينا نتائج كتير منيحة. يعني المقصود العملية الجراحية صحيح، الكونفنشنال بتعطينا نتائج كثير منيحه بس دائما في لها شويه عوارض من بعضها، مثل لانه في قطب في يعني جراحه بالنهايه بس بتعطينا النتيجه ذاتها فينا. طب دكتور ليش بنسمع انه مثلا العمليه الجراحيه هي للثه الكثير مثلا بحاله متقدمه ومبين كثير او الجامي سمايل، انما بالليزر ما فينا كثير نحصل على النتيجه اللي بدنا اياها؟ هو بصراحه هذيك بسموها بالاورتوغنتيك سيرجري صحيح، لما يكون عندنا ادفانس كيس يعني نحن الجامي سمايل ماكسيموم فينا نوصل لهيدي الحاله، لما يكون عندنا جامي سمايل هالقد بنقدر بنقدر ايه اكيد لازم نعمل جامي سمايل، بس انه بنقدر يا نعلي السنين يا نكبر الشفه مثل بهالحاله عاملين فيلرز اكيد مش معنا نحن في بلاستيك سيرجن سبيشالست. انا قصدي هالقد اذا كانت حجمها بتزبط صحيح، بس لما بيكون الشفه كثير رقيقه بيقدر بتقدر البيشنت ب تقنيه كثير بسيطه يلي هي الفيلر، انه تكبر شفتها انه بشكل انه بتاخذ نتيجه استاتيك وبذات الوقت بتخبي الجامي سمايل عندها، وممكن تعمل اثنين اذا كانوا اثنين صغار تعلم من اللثه وتكبر الشفه. مشان هيك هيدا شغله كثير ريلاتيف يعني حسب طبيه وتجميليه كمان صح بذات الوقت. طب دكتور بس نعمل ليزر ونعلي شوي هاللثه لازم نعمل سنين يعني لا لازم مش بالضروره مش بالضروره لو شفنا حالي قبل نشتغل هيدي. على السن الطبيعي فينا ما نشتغل شيء، فينا نعمل بس سمبل وايتنينج يعني تبييض للاسنان وبس مش اكثر، بيقدر ياخذ المريض الريزلت كثير منيح لانه بكون اوريدي في سن بعده موجود يعني سن منه مضقور سن كثير منيح سن طبيعي، وفي معظم البيشنتس بيكون عندهم سنانهم بيض يعني بهيدي بيكونوا بيهتموا باسنانهم عاده عندهم جامي سمايل. سالتيني حضرتك عن الاورتوغنتيك سيرجري يعني يلي هي فيري ادفانس بكون عندنا بحالات متقدمه بكون عندنا مشاكل بالفك، لما يكون عندنا مشاكل بالفك وعندنا غامي سمايل مجبورين نروح صوب الاورتوغنتيك سيرجري يلي هي عمليه الفكين بسموها، يلي هي بينعمل عمليه للفك بشكل انه يترجع لورا ويطلع يعني ونعليه بشكل انه ناخذ نتيجه افضل بالغامي سمايل، وهيدي نتيجتها اكيد يعني 100% تقريبا انه بس هيدي اكيد الريكفري تبعها من بعض اكيد اصعب، بس هون بنقول انه في حاجه مش تجميليه، في حاجه طبيه هون لانه بيكون عاده معظم المرضى عندهم مشاكل بالعضه، بيكون عندهم اوجاع برقبتهم بكتافهم بالحنك عندهم بدينيهم، بيكون عندهم مشاكل كثير واوجاع كثير من غير السنين من وراء العضه تبعهم. بنعمل اول شيء هيدي العمليه وبعد فتره اذا واحد بده يعمل فينيرز ولا بيقدر يعمل بده اياه بده يعمل بريس اكيد بده يكون في تقويم، علاج تقويم يعني متلازم مع الاورتوغنتيك سيرجري اللي هي عمليه الفكين، وبالاخر بيقدر يعمل واحد اي نوع كوزمتيك دنتستري بيصير اوبشنال. اوكي دكتور اخر سؤال قبل ما اختم هالسيجمنت معك، هل من توصيات معينه للمريض بعد ما يروح على البيت بعد ما يكون خضع لتقنيه الليزر للجامي سمايل؟ الريكومنديشن الوحيده هي انه الاشخاص اللي بيعملوا ليزر سيرجري مجبورين يكون عندهم هايجين كثير اكسبشنال، يعني بده يكون كثير بيهتموا باللثه عندهم بالتنظيف يعني بالتنظيف لسه بصحه اسنانهم، خلينا نقول بده يكونوا بالاساس قبل ما نعمل ليزر كامي سمايل بده يكونوا اسنانهم كثير نضاف يعني عاملين كليننج عند الدنتست، بكون في هيلثي جام عندهم تنقدر ناخذ ريزلت وتضلوا ما يعمل اي انفلاميشن ما يصير في عندهم اي التهابات او اشتراكات او كومبليكيشن من بعض، وبتضل هالريزلت هيدي بيرمننت يعني هيدي ما بترجع منها ريفرسبل، هيدا اللي عم نحكيه ريفرسبل الا بحاله الفيلر يلي اكيد نعرف انه هيدا بده كل وقت. صح ثانك يو دكتور حبيب ظريفي، وان شاء الله بتكون سنه خير وان شاء الله بنشوفك على السنه الجديده مع ابتسامه ثانك يو. انا رح اقوم طل على دلال، مع انه انا بس تكون دلال موجوده وممنوع حدا يقرب على المطبخ لازم انا اجي لعندها. بتعرفي هلا دلال انا عم فكر يعني قبل ما انتقل لعندك عم بقول دلال قديش هلا بتطلع معنا؟ اربع سنين عامله البدايات. هاي صح حلو
شحلو انبسطت قطعوني ستك يا ميت اهلا وسهلا وان شاء الله بتضلك مكفيه معنا يا دلال. شو وين صرنا؟ هلا اللحمه اللي اشتغلنا فيها وضعناها بالفرن تما نطلع ريحه عليكم. لحظه بس دقيقه رح اخذ البلدر انا من اوكي صار في مشكله بالميكرو تفضلي. عم نقول انه معودة على الميكرو عم نقول انه اللحمه اللي اشتغلناها وضعناها بالفرن. نعم هلا بدي انتقل شوي للحلو للديسير مثل ما سبق وحكينا على العجينه اللي اشتغلناها سوا كمان خبزناها خبزه كامله شلناها من الفرن طلعت هيك نانسي. هلا شو بدنا نحشي العجينه؟ اليوم حبيت اشتغل بالكستنا يعني جبنا كيلو من الكستنا يلي اكيد بنشتريه. مثل ما الكل بيعرف انه الكستنا بدنا نفتحه شوي من فوق بدنا نحمي الفرن 200 درجه ونوضعهم نشويهم. فينا نوضعهم بالمايكرويف فينا نشويهم بالشوايه مثل ما فينا نشويهم بالفرن. انا شخصيا بحب الفرن بدنا نشويهم بالفرن لمده 20 دقيقه او اكثر حسب الفرن. بدنا نرجع نشيلهم من الفرن هن وسخنين نانسي بدنا نقشرهم تا تقبع عنهم القشره. نرجع شو بدنا نعمل؟ على نار بدنا نوضع كبيتين من الحليب. اول ما يبلشوا يغلوا بدنا نحط نوضع الكستنا بالحليب المغلي لمده 10 دقائق. بعد 10 دقائق بدنا نصفي الكستنا بدنا نصفيه منيح وبدنا نطحنه. هلا بدك تساليني ما بعرف اذا رح تساليني بس يمكن بدك تساليني مش قاعدين رح يسالوا انا ما رح اسالك شيء. ليش حطيناه ليش غليناه بالحليب؟ بدون انه بالحليب وقت نغليه بالحليب بيترى وبصير طعمته اطيب. اوكي لكن بعد ما طحناه وضعناه على جنب بالخفيف تبع الجاتو. هلا انا اشتغلتهم تما اطوشكم نانسي يعني صح لانه هون على الهواء ما بنقدر. خفقنا كوب ونص من الكريم فريش وضعنا له نص كبايه من سكر البودره تصير عندنا كريم شانتيي. هيدي كريم شانتيي ضفنا عليها الكستنا المطحونه. شو صار عندنا؟ صار عندنا كريم الكستنا يلي هي كريم كثير طيبه. ليه عم تضحكي يا نانسي؟ لانه الكستنا المطحونه مطحونه طيب على القافيه رجعنا جبنا عشان تتار مخبوزة خبزة كاملة ضفنا عليها الكستنا مثل ما هو عم تشوفوا وزيناها ببرش الشوكولا. هيدي كمان في مش بس اشتغلها بالتارت في غطي فيها قالب كيك إذا عاملة قالب جاتو سادة كمان في غطي فيها كمان بتطلع طيبة كتير. بس بدي أقول مثل ما في أعمل فيها تيراميسو يعني أنا كمان اشتغلتها جبنا لونغ دو شا لطيناهم مثل ما الكل بيعرفوا بشوية نسكافيه وضعناهم أو وضعناهم بكاسات صغيرة مثل ما هلأ دارج. ضفنا ملعقتين من بكل كاسة ملعقتين من الكستنا المطحونة يعني الكريمة. رجعنا ضفنا عليها كمان برش الشوكولا كتير طيبة أو نشتغلها هيك تا. وخلص جاهزة صارت هلأ فيك تدوقي إيه نانسي هلأ رح تدوق لكن خلال البريك. ثانك يو بدنا نقول أنه هيدي فينا نشتغلها قبل بليلة ونيمة ليلة بالبراد ما بصير لها شيء أبدا. ثانك يو دلال أكيد رح نرجع لك بآخر حلقتنا لندوق كل شيء حضرتي لنا إياه. يعطيكي ألف عافية. ثانك يو. فاصل إعلاني وبعد الفاصل مكياج راس السنة مع جورجيت ريشة خليكم معنا. مشاهدينا ومجدد تحياتنا لكم وين ما كنتوا. وطبعا صارت موجوده معنا خبيره التجميل جورجيت ريشة. اهلا وسهلا فيك جورجيت. اهلا وسهلا فيك. شو الاخبار؟ منيحه تمام. كيف كانت هالفتره الاعياد؟ هلا عم تمرق عجقه ما هيك؟ ايه عجقه كثير حلوه. ما هو حلوه الاعياد تتحسي بالعجقه والناس عم تجي لعندي. يعطيك الف عافيه. اليوم رح نحكي عن مكياج السهره. مكياج راس السنة لأنه سهرة ومكياج راس السنة مصري. طبعا ما هي سهرة ما هي سهرة بالنهاية. اوكي خبرينا مكياج راس السنة او السهرات عادة بشو بيتميز عن باقي الايام؟ هلا نحن شوي اليوم نقيت ستيل ميك اب فيه بايات وإريزي كرمال نطلع شوي من الأومبر اللي بنحطه المات بالايام العادية. اوكي فأنا بلشت اكيد حضرت شغلي ننغمد شوي. اذا بتشوفي حطيت انا الوان البني وعملت تدرج فيهم بلونين. نعم رح زيدهم شوي كرمال يقدروا المشاهدين يشوفوا معنا. اوكي
هلا هيدا الميك اب اللي عم تعمليه بيلبق للشقره والسمره كمان بذات الوقت. مزبوط، لانه الوان البنه عطيتها انا منا اللي كثير غامقه. هلا اذا كانت السيده سمره اكيد بنصحها انها تقوي شوي، تغمق بالوان البنه، بس اذا كانت شقره تختار البنه شوي فاتح. اوكي، بس نقول سهرة دغري بيجي على بالنا السموكي آيز. مزبوط، بيجي على بالنا السموكي آيز وبيجي على بالنا الألوان القوية والميك أب القوي بالإجمال. بس أنا بنصحهم إنه مش لأنه ليلة راس السنة أو لأنه سهرة عنا إنه نقوي كتير الميك أب، عطول نختار الميك أب اللي بيلبق لشكل عيننا ويعطينا جمال. يعني أنا بدي الميك أب يزيد لي جمال السيدة. أنت عم تحكي وأنا عم بركز على لون الحمرة اللي حاططيه. حبيتيه؟ كتير حبيته. مقدم. لا مرسي، بس شو هو هيدا اللون؟ جبته معي. ايه شو يعتبر؟ مات، حمرة مات، بس هيدا العبوردو غامق شوي على بني. أوكي. بين الاثنين بدي اجربه. ايه وانت بتكون عم تشتغلي وبتفسري. بتعرفي نحن عملنا ميكس اليوم نانسي انه الميك اب اللي عم بشتغله رح حط لون البوردو غامق، وانا حطيت ما فيه لمعه كمان مات، بس ما انه مات مثل تبعي، انا تبعي بيعطي على فيلوغ. اوكي وي. طيب قديش تخلي المشاهدين يشوفوا اكثر كذا لون وكذا ستيل. قد ايه مهم كمان التركيز بهالليله، مش بهالليله بس، يعني اجمالا بالميك اب على التان. كتير مهم نركز على التان، وكنت انا عم بقول انه كتير مهم بقبل العيد تكون السيده حضرت بشرتها وعملت السوان تبعها، وحتى بعد عندهم وقت بيلحقوا يعملوا السوانات والماسكات اكيد. ومرات لانه بتحسي مثلا بيضطروا ليلة راس السنة يعملوا الميك اب على بكير لانه بيبقى عجقة. مزبوط. وبيوصلوا على السهرة بتحسي هالتام شقة تعبين، الوجه مبرغل. مزبوط، لانه ما عم يعرفوا يختاروا نوع الفوندو تان والبودر اللي لبشرتنا اللي بتناسب البشرة. هلا نحن رح نعمل التان ونعطيهم كذا نصيحة للسيدة تصير هي تعرف حالها اي تان بتلبق لها. اوكي. اليوم نقيت انا الفوندو تان ليكيد، بس ما رح احط فوقه البودر الكومباكت، رح احط لوس باودر. هاي اول تيبس. تمام، هلا بنشوفها. هاي اول تيبس للشقه. انت شو عم بتحطي هون؟ لمعه، شوي لمعه، شوي لمعه. نقيتها شانجان لانه منها ذهبيه ومنها فضه، وبين الاثنين على بيرل كانه على هيك بيرل على لولو. مزبوط. إذا حسي عم نزل شوي، وخصوصي للعينين الصغار ضروري يفتحوا أول العين تا يبين في مدى. أوكي، لكن خلطنا دمجنا ألوان بين بعض، بين لون البوردو شوي قلتي لي دخلتي؟ لا، حطيت البني المحمر البني شوي. المحمر محمر شوي كرمال تنعمل ماتشنج مع اللون الحمراء، يعني ما نكون كتير بعاد. لو اخترنا البني بس يكون شوي محمر هيك بيلبق مع اللون الحمرا اللي ما نحطه. وبالنسبة للرموش شو استخدمت اليوم؟ رمش رمش ولا رمش كامل؟ لا، اليوم حطيت رمش كامل لأنه إلي بالعادة أطلع معكم حتى رمش رمش. ايه. اليوم غيرت كل شيء تغيير، بتعرفي جايين على سنة جديدة، خلينا نشوف أشياء جديدة. إذا لاحظتي نانسي ليك شو عم بعمل، عم بفتح تحت الأيلاينر كمان بنفس اللون اللي استخدمناه بأول العين، هيك بيعطي مدى أوسع للعين، بتبين العين أكبر فتحتها. وجورجيت كمان عم نشوف مرات، يعني في خبرة تجميل مرات عم بيستعملوا أكثر من رمش واحد، بحطوا لك رمشين مع بعض، بحطوا لك كمان او رمش وبيدخلوا رموش، يعني رمش رمش بيناتهم. مزبوط. هون لاي عين ممكن نستعمل هذا الشيء؟ اول شيء حسب شكل العين، اذا كانت العين صغيره ما بتحمل انه انا كتر لها رمش. أوكي. بعدين هلا حاليا نحن الرموش صارت اللي بتجي لخبره التجميل صارت مدروسه لكل شكل عين، ويا بيكون سميك يا رقيق. اذا كنا عم نستخدمه رقيق اكيد رح احط رمشين فوق بعضهم تبين الرموش اسمك تما يبينوا رقاق. هلا انا اليوم مختاره الرمش الطويل والعبي، بس كمان ما يغطي لها عينها، يعني مش كل ما بدها تسكر بدي مثل الفراشه مغمضين تاكل. ايه. بس عم بكتروا كثير وتقل بصير على العيون، هي السيده ببطل فيها تطلع مزبوط، يعني ما بتكون مرتاحه. تقريبا قد ايه بعد بدنا وقت تنخلص؟ تنخلص. نحن قسمنا الشغل قسمين. هلا لنشوف. لا اذا ما بدك وقت كثير ممكن ما نقسم لقسمين. قد ايه بدك تقريبا؟ خلص هلا التان، يعني بدنا 3 دقائق. 3 دقائق بنخلصهم سوا وبننضم بعدين لعند زينة.
اوكي يلا لكينا. يلا عم نستعمل التا هلا الليكويد. مزبوط. ما بتفضلي كمان نستعمل؟ انا حاطه برايمر اول شيء تنقلهم. برايمر اوكي. كومباكت اي متى والليكويد اي متى؟ هلا اول شيء انا هذا الليكويد اللي عم بستعمله منه الليكيد العادي، هذا بس ينشف بيصير بودره. أوكي. يعني لو البشره دهنيه ما بزيتها. الكومباكت بالاجمال مستعمله للبشره اللي كثير جراس. أوكي. بس اذا البشره المدهنه يعني. بس اذا كثير فيها تجاعيد او فيها اشياء سميكه بفضل ما يحطوا تان سميك على وجههم كرمال ما يبرز الغلط. صح مزبوط. وهيدي بس قلتي هيك بتعطي على ستيل بودري، كانه يعني ما انا بحاجه نغطيها نرجع ببودر اذا بدنا. ما بدنا بودر سميكه عليها، بدنا بودر رقيقه. بدنا بودر رقيقه، مشان هيك هذا ايام الغلط عم بيصير انه عم بيستعملوا بودر كثير سميكه فوق تان هي اصلا بتعمل كاموفلاج ومغطيه الوجه. فمنلاحظ انه بشرتنا بعد ساعه ساعتين بلشت تتزيح. لاحظت انه ما عملتي كونتورينج. ما عملنا كونتورينج لانه كمان الوقت ومش بالضروره مش على طول، وطلعنا بحلقه كانت خصوصي للكونتورينج. صح صح. وقلت انه انا ببرمتي بس كنت مسافره. هلا عم بفضلوا بالباودر يشتغلوا الكونتورينج. صح. يعني ينقوا لونين فاتح وغامق. ويقصنا ساعتها الخدود وشكل الوجه. ففينا هلا نحن بس نحط بلاش نكون عم نشتغل. صح. بالتقسيم. لاحظت ايش عملت؟ هلا عم بستعمل يعني بس عم بتنشفي الفاونديشن. هيك سيدة فيها لو عملت بكير الميك اب تبعها انها تزيد الباودر تبعها هي بالبيت بدون ما تلاقي ولا صعوبة انه شقق او جمع الميك اب تبعي. اوكي. وعلى طول انا بنصح بالاشياء السوفت يعني احلى يعني عن جد. كل ما رحتوا بهيك اشياء ناتشورال. تخيلي كمان في ياما مرات بتشوفي سيدات خلال النهار بتنقذي من سمك الفاونديشن والباودر يلي حاطينه. مظبوط. بيفكروا انه هن عم بيخبوا بيكونوا عم بيظهروا، بالعكس التعب. مزبوط. يمكن والبشره يعني ان كان اثار الشيخوخه او كثير علامات يعني على الوجه بتبين. مظبوط. فمشان هيك على طول يختاروا التان اللي بتلبق لهم ولي لنوع بشرتهم. نحن كثير عم نعطي بيوتي تيبس وفيهم يسالوني انا عم رد على الكل. صح. على طول عم يسالني يعني مساجات وعم رد على الكل عم بقدر انصحهم. وكثير مهم انه سيده عن جد تعرف شو بيلبق لها. بعد معنا دقيقة خلصنا تقريبا. رحنا صوب البرونز بالبلاش والحمرة شو حنستعمل؟ البوردو انا دجا حطيتها رح زيدها شوي. شفتي انا بعطيك الوقت على القد. سريعة انت اسم الله عليك، تعودتي خلص على هيك ريتم البرنامج على السريع. مظبوط. صرت بتعرفي ما بتاخذي وقت. حلو كثير هيدا اللون. يلا رح نبرمها للصبيه. اوكي. يعني ان شاء الله يكونوا حابوا. هلا بنعرف الكومنت بعد شوي ببلشوا يبعثوا لنا مساجات. هلا ببلشوا يقولوا شو رايهم طبعا بالميك اب. ثانك يو جورجيت. هلا رح ننتقل عند ساشا ورح نروح انا وياكي كمان ننضم لها ولزينة. هيدا هو الميك اب لك ساشا. اكيد نحن بانتظاركم. هلا وضعنا المكياج مناسب ليله راس السنه بس محتارين شو بدنا نلبس. لهيك المزيد من التبس والنصائح مع ضيفتنا خبيره الصوره ومصممه الازياء زينه صليبي. اهلا وسهلا. هاي ساشا. اهلا فيك كثير. وانا كثير كثير ينعاد عليك زينه. ميرسي. وعليك وعلى كل المشاهدين كمان. زينه اكيد بعرف انه ليله راس السنه عاده دائما نبحث انه نكون نتميز بالاطلاله. خبرينا شوي هيك بعض التبس لازم نتبعهم بهالليله. اوكي. اول شيء ساشا بحب اقول انه دائما السيده نهار راس السنه كثير بتتلبك، بتصير محتاره شو بدها تلبس. كثير اشخاص بعدوا انه هيدي الليله مهمه لدرجه انه هي مثل اذا بدك نهار فاصل بين يمكن اوقات سنه كانت بشعه بده يستقبلوها بسنه احلى. في كثير اشخاص بيعملوا ريلوكينج على راس السنه، بيعتبروا انه بدهم يستقبلوا سنه جديده بشكل جديد او بلوك جديد. هلا انا بحب اقول اول شيء هيك مقدمه صغيره انه ليله راس السنه صحيح عندها اهميه كثير كبيره بس كمان لازم ننتبه انه هي منا مناسبة خاصة بكل شخص كرمال نحط عليها جهد كتير كبير قد ما أشخاص أوقات بيروحوا كتير للإكستريم فيها. سو اليوم حابة شوي نفرجي صور نحكي شوي عن الستايل اللي فينا نعتمده أوقات يمكن إشياء من عنا ونعرف شو الإشياء اللي ما كتير نعملهم ليلة راس السنة. لو هيدي الليلة هي إذا بدك عيد كلنا مننبسط فيه نعرف وين حدود هالليلة. أوكي. سو منبلش بالصور.
مزبوط. هون عم نشوف جامب سوت كتير مهضوم معمول هيك شوي فيه جليتر شورت. هون أكتر عم نروح على ستيل تينيجرز، يعني إذا اليوم كلنا بنعرف أنه في فتيات صغار بالعمر كمان أوقات كتير بيروحوا لأشياء مش لعمرهم، لأنه اليوم رسنة بصيروا نبشوا على الدراسز اللي بتكبرهم بتكبرهم بتطلعهم أوفر. سو هون هيدا لوك عن جد كتير مهضوم مع هيلز مهضومين، يعني بتطلع بلوك كتير أوريجينال وبتضل بتحافظ على عمرها. رح نشوف الصورة الثانية. هون حبيت فرجي شوي لوك اللي هو الليس اللي هلا كتير كلنا عم نشوف قد ايه دارج الدانتيل، قد ايه عم نشوف ستارز عم يلبسوه، كمان نحن عم نحب نلبسه. هون حبيت فرجي كيف اذا بنروح على لوك بلاك كيف فينا يعني نلبس هيدا الليس. لاحظي انه هو الترانسبيرنسي اللي فيه بتعطيه لوك نايت، يعني بنكون عم نلبسه للايفنينغ، بتبين القماشه كمان مزبوط، بتبين القماشه قد ايه حلوه، وبذات الوقت فيري سمبل. يعني هون مثلا اذا كنا معزومين مثلا كمان على بيت، يعني مش نروح اوفر دريست، يعني لازم نعرف كمان انه نحن اليوم نفرق بين اذا رايحين نسهر سهره كثير كبيره او حفله كثير كبيره، او مثلا رايحين نسهر مع اصحاب ببيت او بمطعم بس السهره كوزي نوعا ما. سو هيدا فينا نلبسه اذا رايحين على بيت عند اصحابنا ويكون سمبل بذات الوقت وجلامرس. اوكي كمان غير ستايل. اوكي هون عم نشوف الشورت الفلفت اللي هلا كثير دارج كل شيء، عم نشوفه اذا بدنا المخمل. سو انا حبيت كمان افرجي هون لوك شوي للتينيجرز كيف فينا نلبس هيدا الشورت مع التوب السوداء الفيري سمبل. فينا نستخدم شوي الاكسسوار القوي بطريقه كثير مهضومه، وعم نشوف هون قد ايه الشورت هو اذا بدك العاطل الستيتمنت هو الاساس باللوك. مزبوط. والتوب كثير سمبل بالتوب. مزبوط كثير سمبل بالتوب، يعني ما نروح دائما لانه نيو يير يعني بدنا نكون مثلا عم نبربق من فوق لتحت. بس ما هيدا كمان اللي بتلاحظيه انه بنروح دغري صوب كل شيء قصص هيك جليتر شاينينج. مزبوط. هلا رح نشوف ستيل جليتر وشاينينج، ما عم نقول انه لا ممنوع نلبس على راسنا جليتر وشاينينج، بس انا عم بقول انه حلو نفرق، يعني مش مثلا اذا رايحين على ريستوران عادي نتعشى نلبس مثلا دريس جليتر مع شوز جليتر مع شوي بنحط شيء على شعراتنا وبنحط ميك اب. عن جد ميك اب بيكون كمان جليتر، يعني عن جد هيدا الشيء انا كثير مصره احكي عنه، لانه كثير في اشخاص سيدات بيغلطوا ليله راس السنه، وعلما انه يمكن بتكون عم بتجرب تعجب البارتنر تبعها او زوجة او ايه، وهيدا الشيء بالعكس يعني بقدي مثلا الرجل او بتحس بهالليلة كل شيء مسموح انك تلبسه، يعني exactly. شو ما عندك وهيدا الشيء مجيء اهلا يا اهلا ما فينا على فراقكم مشتقت. وانا كمان عندنا كثير 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 سعيده بس شفت انه اليوم انت موجوده معنا عن جد. ميرسي نانسي، وانا قاعده عليك ميرسي وعليكي نانسي حبيبتي. ميرسي ميرسي. يلا صرنا باللوك هيك للتين ايجرز. اوكي نكفي باللوكس. هون عم تشوف الجامب سوت كمان كثير مهضوم كثير سكسي وبذات الوقت كثير سمبل، يعني اذا لاحظتي قد ايه اليوم هون هيدي السيده قادره تكون حلوه وسكسي وجلامرس بذات الوقت. الاوفرول ما فيه شيء، هو لون النبيد الدارج كثير حلوه. اكزاكتلي الكات كثير حلوه، الشوز فيري سمبل، حتى الشعر لاحظي قديش عن جد سمبل وبذات الوقت ناتشرال وكثير حلو. فيه فوليوم كمان الشعر، فيه فوليوم. سو هيدا الستيل انا اللي بحب انه اذا بدك يعني انه السيده تلفت النظر فيه اكثر من انه تكون عم تشتغل على اشياء فيها كثير اذا بدنا ديتيلز واوفر وهيك، لانه عن جد مرات ياما في اشخاص بيوقعوا بهالنقطه بتحسي كانه انه راس السنه جيبي هالخزينه ويلا كل شيء جيبي خزينه عن جد فجاه انت عم تحكي جد صرت تطلع فيها بتلاقيها مثل هي زينه بحد ذاتها، وهيدا الشيء مش حلو يعني مش حلو كمان بكفي الصور. اوكي هون عم نشوف دريس كراب ومعه هالمسلين اللي كثير حلوه، وانا بدي اقول انه هون اوقات كثير حبيت فرجي هذا الدريس، لانه اوقات كثير بيجي مثلا اخر تكه بيجينا مثلا عزيمه او بنكون ما مقررين نظهر بنرجع بنظهر، سو هيدا دريس عاده بيكون عندنا على ستيلو بالخزانه. سو حلو انه كمان نلبسه مع شعر كثير سمبل، مثلا ليك هي هون قد ايه مبينه سمبل وبذات الوقت مهضومه. حلو بس مزبوط، يعني فيها تحط هون مثلا باك جولد معهم مع شوز تكون الشوز مثلا فيها شيء جلتر وبتطلع كثير كلاسي واوريجن. وتقوي الحمراء فرجونا الحمراء انا ما شفتها كثير حلوه. حلوه هلا جوا كثير حلوه جوا. زينا ما حكينا عن اوكي حبيته. زينا ما حكينا عن الاكسسوار.
اكيد نانسي الاكسسوار مثل ما قلت دائما عنده حصه كثير كبيره، بس انا بقول دائما انه لازم نعرف الاكسسوار كيف نلبسه. اذا لبسين تياب فيه كثير شغل وفيه كثير شك او فيه كثير ديتيلز، ما نروح على اكسسوارز كمان فيهم مثلا حجار قويه او فيهم اذا بدنا شغل كثير. سو دائما بس نكون لابسين فستان مسكر نحط مثلا بس حلق صغير، اذا لابسين مثلا شيء مفتوح على الصدر، اذا لبسنا حلق كبير ما نلبس معه كوليه. يعني كمان هدول اشياء اوقات السيده كثير بتغلط، بتفكرهم حلوين، يمكن هن بيبقوا شوي ما بعرف اوقات تقم مهضوم. انا بالنسبه لي دائما نقي يا الحلق الكبير يا الكوليه الكبير، مش مع بعض. مش مع بعض. اذا حابين نلبس اكسسوارز كثير، كلنا عم نشوف اليوم قد ايه البريسلتس دارجين مع الساعه، في عندنا خواتم كثير، والخواتم خمسه سته سوا، هول بعاد عن الوجه وما خصهم كثير بالتياب. يعني قد ما اليوم نلبس رينجز ما كثير، اذا بدك بنقول لا معجقين مع التياب، بس حاطين شو نعمين وشو حلوين. اكزاكتلي مزبوط. بس نحكي عن الايرينجز والكوليه، هول يعدوا مع الاوتفيت تبعنا، سو لازم كثير ننتبه. طب بس نروح على شكل الروب القبه او شكل الفي، اي اكسسوار بيلبق لهم؟ دائما العكس. أوكي. يعني بس اذا راوند شو بس ناسه؟ نروح على راوند دائما حلو نحط شيء تريانجل، ما نحطه كمان روم مثله. يعني ايه ما بيطلع. انا ما كنت عارفه هيدا الشيء. ايه لا دائما احلى، لانه دائما بس يكون حاطين روم، خاصه اذا الروم طويله حلو انه يكون في يكون في، واوقات يمكن نازل تحت التوب بطريقه مهضومه. هلا بس يكون في فينا، في اشخاص اوقات بحبوا انه يلبسوا في معه. اذا الفي كثير كثير مضبوط كثير في شيء، بحبوا ينزلوا هالكوليه الطويل، بصير نوعا ما مثل اكسسوارز مع التياب. بس اذا كانت الفي العادي لا، دائما حلو انه يكون مبروم كرمال نعطي كمان لوك ما يبينه كانه شو سوا. بتحب الستايل تبعي خلال ليله راس السنه؟ انا طول بحب الاشياء السامب، يعني اكيد انه ما حيكون كثير سامب تنقول الدريس اذا بدي نقيه، بس بنتبه على طول اذا بدي اول شغله ثاني شغله تكون ناعمه. يعني اذا قويت فستان الميك اب تبعي يكون رايق، واذا بدي اول ميك اب انه يكون الدريس رايق على طول. بس مثل ما كنا عم نشوف هلا صورنا حجينا بعد شيء حلوين، يعني اخذنا فكره حلوه. زين البلينك بلينك ما انه موجود السنه دارج كثير الاشياء اللي بتلمع، يعني الفايات. هلا كنت عم قلها لساشا انه اكيد فينا نلبس بايات، يعني احنا ما عم نقول اليوم انه السيد اذا عبالها تلبس فستان بايات، اذا عندها خاصه كمان نوع السهره، اذا سهره بمحل كثير كبير وفي معازيم كثير كبار يمكن، او في حتى فنانين عم بغنوا، تختلف نوع اللباس شوي. بس انا دائما بقول انه كمان مش نروح على مثلا على الروب لونج مثلا مثل الفنانه، بنصير مثلا بتشوفي سيدات بحفله راس السنه فنانين مثلهم مثل الفنان، ما حلو. لا الفنانه مجبوره هي جاي اكثر وصلت غنى كمان بدات مثلا بتقلي انه لابسه تنقول بايات، طيب اوكي على بالك نحط نيود معه اذا بايات إيه؟ لون لا بفضي اللون قوي. انا بجرب انا اكيد بطريقتي انه اقنع انه لا مدام هيدا منه حلو هيك بيثبت. وخاصه بهالفتره يعني الموضه صرنا عم نروح صوب كثير الامور السمبل، حتى بعزيم اعراس عم نروح بلباس او بفستان كثير سمبل. قبل كنا نعيشها ونتقنع ايه هلا عن جد هلا انتقلنا لمرحله كثير مختلفه عن المرحله كنا فيها قبل. انتبهي ساشا هلا ما بيمنع انه في فساتين فيهم بايات وفيهم شك وفيهم حجار وكثير حلوين، بس نحن عم نقول انه اليوم السيده اذا حبت تلبس شيء فيه شك او مثلا فستان قصير كله مشكوك مش يعني غلط، بس تعرف مثل ما كنا عم نحكي انه هيدا الفستان بده يكون هو الستيتمنت، يعني بنفلت معه الشعر بنعمل ميك اب كثير حلو حمرة يمكن قويه بس العيون يكونوا هالميك اب مثلا نيود مع الحمرة القويه، مع مثلا مش بنلبس له كمان شوز بتبربق، مش بنحط كمان حلق كبار. يعني فينا مش انه ما فينا نروح على لوك ابدا، في اشخاص هيدا ستيلهم بحبوا الحجار بحبوا الشاك ويمكن المكان كمان بيحمل. مزبوط. بس تعرف كيف شعره وكيف مكياجه، ما تروح مثلا كمان على المكياج الجلتر فوق العين، ما تروح على اشياء كثير. بس وبعدنا للاسف عم نشوف اشخاص هيك، يعني ما يعني
تغيرت، الموضة تغيرت ومنضلنا نتابع، وبعد في أشخاص بحبوا هيك، بحبوا هيك خلص معودين يمكن زينة. مزبوط، وهذا الشيء أنا بحب أقوله أنه أنا بحس أوقات يمكن قلة ثقة، يمكن أوقات السيدة بتحس دايما بحياتها أنه هي لازم تلبس كتير 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 كرمال مثلا تلفت النظر، أو حتى إذا عم نحكي شوي بالأوقات التياب اللي مش محتشمة، أنا هولي بعتبر أنه السيدة اليوم لازم تعرف أنه فيها تكون كتير أنيقة وكتير سكسي بلباس كتير مسكر وكتير محتشم، وعن جد يكون أحلى بكتير من فستان مثلا فيه ديتيلز فاتحة أو صحيح. فيه ستيل إذا بدنا شوي أوفر. سو هيدا الشيء دايما بقوله بيرجع للسيدة قدي عن جد عندها ثقة بنفسها، قدي بتقدر تفرض حالها باللباس اللي هي عم تلبسه. وإنه راس السنة يعني ليلة مثل كل الليلة ما صدق خبر أو لا ما صدق إنه مثل عن جد هيك يعني منا كنا عم نقولها لساشا منا مناسبة شخصية لكل شخص. يعني اليوم الفتاة بتحس إنه راس السنة مثل عرسة يعني حتى صح. بكل شيء أنا بحس إنه السيدة عند الكوافير بتحجوا كتير عند الميك أب أرتست بتصير إنه أنا ما إيه طولنا إذا حدا بدل ما بعد بطلع
حنين بترافقنا لتخبرنا عن كل شيء جديد بمجال الشيخوخه والعنايه بالبشره كرز زمرود من غيره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شو الاخبار؟ تمام. كيف كنتوا؟ من تنين لتنين دائما في شيء جديد، دائما بتطلعينا من هون ب 100 سؤال من بعد أكيد. الحلقه اكيد. تقنيه جديده، تقنيه ثوريه لشد البشره، صح، لشد الوجه والديكولتي يمكن كمان والرقبه. صحيح، حبيت انهي 2015 بهالتقنيه الثوريه يلي نحن وامريكا سوا هلا بتشوفوا صورتهم امبارح كانوا عاملين تي في انترفيو عم يحكوا عن هالموضوع. سخي نحن بكره كمان رح نحكي عن نفس الموضوع وكيف المورنينج شو تبع امريكا. نحن نفس الشيء، ليش حتى يكونوا سابقيننا او بيعملوا اشياء غير؟ لا مش مسموح، نحن بنعمل نفس الشيء واحسن وارخص اكيد. اوكي، شو هي هالتقنيه؟ التقنيه هي الترا ثيرابي، يعني التموجات الصوتيه يلي بتشتغل بنقطه معينه من وجه المراه. يعني شو يعني الالترا ثيرابي؟ الترا ثيرابي هي تقنيه بتشتغل تحت الجلده، الجلده ما بدق فيها. في عنا طبقه اسمها السماس يلي هي الغشاء الفاصل بين الشحوم والعضلات، هي هيدي اللي بتفقد مطاطيتها مع الوقت وبتبلش تنزل البشره. نعم. هالتقنيه تشتغل على انه تبعث فوكلايزد التراساوند، يعني تموجات صوتيه مركزه على هالطبقه، على هالغشاء يلي بيكون دبل ونشف ورق وبلش يتموج وينزل نزول. بترجع بتكسره كله وبتحفز الجسم، تعطي رياكسيون للجسم انه راح منك طبقه كثير مهمه، رجع اعمل وحده جديده. فالجسم بفكر حاله احترق، بفكر حاله عمل عمليه، بفكر حاله نقص لانه خلايا المناعه ما بيعرفوا شو عم بيصير، فبيقوم الجسم بيعمل ريسبوند انه مزبوط راح مني طبقه، ما بقى في عندي طبقه السماك يعني طبقه الشد، لازم ارجع انتج وحده جديده. فبيضطر انه يرجع ينتج طبقه تحت الجلد هي اللي بتشبك واللي هي العمود يلي بتخلي وجه المراه ووجه الرجل، لانه هلا بنشوف انه الرجل عم يعمل اقبال على هالتقنيه اكثر من المراه. بيرجع بينسج الجسم سماس جديد وبنرجع بنعمل فيس ليفت. هالتقنيه لشو؟ عم نشوف انه كل التقنيات بامريكا وخاصه يلي يعني اخذين الاف دي اي ابروف، يعني اخذين تصريح من وزاره الاف دي اي، عم بيكون عندهم هدف واحد انه يبعدوا شبح السكين والبنج والتقطيب والانقطاع عن الحياه الاجتماعيه، يعني عمليات ما في. اذا بتعملوا هول الاشياء بحياتكم ما رح تعوزوا عمليه. حلو. وكانت السلوغان او اذا بدك التايتل الكبير تبع الالترا ثيرابي انه اذا بتعملي جلسه بالسنه مره واحده كل حياتك ما رح تعوزي عمليه شد للبشره، بس على شرط انه تكوني بلشتي مش تو ليت، يعني تكوني بلشتي من اواخر الثلاثينات 38 39 تعملي مره بالسنه بس، مش مطلوب اكثر من جلسه 60 و65 يعني. لا بتكون هلا شوفي اذا بتبلشي على 38 او يا اختي على ال 40 لانه ال 30 بعضهم بفكروا حالهم نسوان انه they are still young ومنيح ما بيشوفوا شو ناطرهم. هال 40 بلش تحس هيك مثل كانه بونجور انا الشيخوخه بلشت بونجور عم دق الباب تك تك تك. فاللي بيصير انه بتصير السيده تطلع نزل من هون الجفن شوي، نزل من هون خط الحنك، بس عم تتحك في هون برديه رقبتها، هون في شيء طالع، شو هيدا اللي بتصير تشوف تفاصيل صغيره. إذا عملتي جلسة الترا ثيرابي مرة بالسنة بضل وجهك مثل ما هو، شو بتكوني عم تعملي؟ كل سنة عم تعملي شبكة جديدة عم تلقي عليها البشرة، يعني كأنه عم تشدي البراغي، كل ما تنزل شوي بتجي أنت بتعملي هالجلسة بترجعي بتشدي كل طبقات الجلد. أوكي. وبحب أقول لكم إنه فينا نشتغل بس على العيون، فينا نشتغل على خط الحنك والرقبه يلي هو البيربس الاساسي الرئيسي التارجت تبع الالترا ثيرابي، هيدي المنطقه كمان فينا نشتغل فول فيس، فينا نشتغل ديكولتي فول فيس ما في مشكل. وقريبا بال 2016 رح ينزلنا البادي، بس هلا ما عندنا الا هيدا الشيء. بحب اقول انه النتيجه بتبين بعد 3 شهور او 4 شهور. ليش؟ لانه شلت طبقه وبدك تنطر الجسم انه يعمر وحده جديده، فبياخذ معه من ال 90 لل 120 يوم. أوكي. والنتائج بتضل مكمله طول السنه معك. يعني رح فرجيكم حتى دبل مونتون بطلنا بحاجه نعمل لها عمليه. اكيد اكيد. هلا خلينا نشوف اول طبقه من الجلد، ركزوا طبعا بالبيفور وركزوا بالافتر، لانه هلا في كثير بيقولوا ايه الافتر بعدها ما شو تغير فيها، بس شوفوها بس ب 14 يوم كرار؟ ايه هيك والله
هلا انا ما جبت لكم صور الزباين يلي كانوا عندي بالسنتر، صار في عندنا شيء 26 بين 14 سيده و10 رجال. Results are amazing، روعه، بس ما حطيت الا يلي جايين من امريكا الصور تبع البروتوكول يلي اخذين ابروفل انه ينشروا صورهم. شوفي قبل، شوفي بعد، شوفي تحدقنا ماشي، حددنا شكل الوجه، الجو لاين. شوفي هون خط الحنك كيف تحدد وكيف انرسم، حتى هون كان في خفسه بتحسي بالوجه بالدقن. ايه مزبوط. هلا نزليه 10 سنين، هيدي صبيه هون 40. شوفي كيف رجعنا عملنا ديفينيسيون للحنك. طبعا نرجع بنقول انه بلشوا دائما على ظهر. ليكي هون شوفي هون، لا كيف؟ هون كثير، لا هون كانه عمليه. صح صح كثير، حتى ورا الديني مثلا لاحظنا لانه بتطلع فيها، بتطلع فيها لحظة بس. حتى كمان كارول بتدوب شوي من الفات، لا بترجع بس ليكي اذا عندك فات اعملي هيك بشده بشد. شوفي هون، هون التيبكال تيبكال على 49 50 بنصير نشوف هدول الترهلات وهو التضاريس بهي المنطقه من الوجه. على ال 50 لانه بتكون السيده عم تتحضر لانقطاع الميعاد بصير في عندها ترهل، يمكن بسنه او بسنتين بيتغير وجهها، بتكون كثير منيحه فجاه بتترهل. وحرام بتكون بهالعمر تعمل فيس ليفت، فبتضطر تعمل الترا ثيرابي. شوفوا هون كيف تحت الدقن وحوالي المنخار، شوفوا النازوليفين فولز حتى شدوا. هون عم نحكي سيده فوق ال 50 عامل الجلسه، نقيت لكم من كل الاعمار لحتى تشوفوا قديش النتائج. رجل، الرجل كثير بهمه رقبته لانه بيلبس طقم وكرافات، وهون دوائر الشفه لحتى ما يصير في عنده، بنشوف كيف الرجل بس يكبر بصير في عنده ترهلات برقبته، بصير يلبس الكرافات او الطقم، بتحسي هون كل التقل نازل كله معبى هون، فضروري انه نستعين بهو التقنيات. بنشوف الدبل تشين اللافلوغ اللي بسموه بالخليج، بس هون باينه صغيره بالعمر، هيدي صغيره بالعمر، هيدي صغيره بالعمر، بس كانت انه بدها تتخلص بس تنزل هيك انه ما بقي بدي هيك مبين ينزعجني. فاذا بتشوفي انه بعد 100 يوم يعني تقريبا يعني كمان مطره شوي يعني كذا يوم لنلاقي هيك نتيجه. وحتى كمان انه في مرات بيكون عندهم اشخاص خط هون هيك ما لا بيروح بالبوتوكس، وكثير كثير صبايا عم بيعانوا من حتى بعمر صغير بيكونوا بعمر صح بعمر صغير. هيدي شو بتعملي لها؟ بتعملي لها كومباين تريتمنت، بتعملي لها جلسه تحفيز بالكولاجين بالبيلوفي، اوكي بترجعي بتعملي لها جلسه الثيرابي، بترجعي بتحطي لها شويه ميزوثيرابي بتزيح بيختفي، بتعطيها موعد بعد سنه وانتهى. حلو اوكي. بنشوف الرجل، في بحب اقول لكم انه الرجال بامريكا اكثر عم ياخذوا مواعيد من السيدات لانه نو توكسينز نو انجكتبلز، ما في لا سموم مثل البوتوكس ولا رجل عنا كمان ولا فيلرز هيك. اكيد اكيد. بنشوف بعد شوف الرقبه، ها هون كنا عم نحكي عن خطوط الرقبه، وبس بدي بليز تطلعوا على البول دو بيشا. هون في عنا بولتين، هدول كل الستات بهستروا منهم، بيجوا لعندي بيقول لي هول هول هول. قبل ما كان في عنا شيء نعمله لانه هون تحت قاطع مليون شغله، لا فيك ما فيك تعملي شيء. واخيرا صار في حل، جلسه بالسنه بيفور وافتر 100 يوم بنشوف كيف تحسي صغرت شي 20 سنه. ايه بالفعل المرأة اقل شيء على الشكل الوجه قديش شدت، وبعدين التريتمنت يعني عم تعمليه احلى من هيك مره بالسنه، يعني مش عم تضطري تعمليه مره واثنين وثلاثه. بنشوف رقبه وخط وخط الحنك كمان، سيده اكبر هون طلعنا على ال 60 وسيده ناصحه. السيدات اللي عندهم وزن صعب ينعمل لهم شفط دهون، ينعمل لهم فيس ليفت، بنكفي. شوفي هون، شوفي هون قديش اخذت نتيجه. واو شوفي شو كان في. اها لكن لانه في اصدقائنا عم بيتواصلوا معنا على السوشيال ميديا عم بيسالوا كمان انه جلسه وحده فقط هي كافيه، ما فيك تعمل لنحصل على هالنتيجه مره بالسنه مثل ما ذكرتي كارول. صح. وهون فرجيت لكم فوتو تايب غامق، سيده لونها بشرتها غامقه، لحتى نفسر انه الفوكلايز الترا ساوند مش مثل التقنيات الباقيه مثل التقشير والاشياء والليزرز، انه فيك تشتغلي بالليزر مثلا اذا بدك تشتغلي على بيضة بدك تستعملي الكسندرايت، واذا بدك تشتغلي على سمراء بدك تستعملي اندياج.
اذا استعملتي هيدا على هيدا بتحرقيها، فاذا بده يكون واحد كثير دقيق. هون ما في مشكله، نفس التقنيه لانه مش عم تدقي بالبشره، عم تنزلي على العمل. في احمرار من بعد هالسيشن اللي بتقول بتخدع للسيده، في وجع هي وانتم عم تشتغلي لها؟ اوكي، هلا بالنسبه للاحمرار في ازهرار، ونحن بنحط من بعده الماسك اللي عملته الاسبوع الماضي، الوايتنينج الابيزون، الماسك ابيزون بيروي بيروي، بنحط لها اياه 20 دقيقه بيكون مسقى، بتقوم وبترجع على الشغل. لانش تايم بروسيجر، يعني بتشتغلي ببنك، بتشتغلي بشركه، بتشتغلي وين ما بتشتغلي، بتاخذي ساعه بريك، بتروحي بتعملي جلسه، بتحطي الماسك بترجعي على الشغل. بس رياضه، ما رياضه ما فينا اي حركه، اي نشاط جسدي. لا لا لا، بتعيشي عادي. عادي عادي عادي، فيك تنامي، فيك تطلعي بالطياره، ما في اي مشكله، فيك تتحممي، تعملي سبورك اللي بدك اياه. اوكي، كيف في معنا بعد كم صوره؟ لا، وفي معنا فيديو، خلينا نشوف. يلا خلينا نشوف ونرجع نسال اذا في وجع خلال اول شيء بنحدد الوجه لحتى نفرج، لحتى نقدر. باميلا عملتها؟ باميلا. باميلا حسابك معي بعدين. باميلا تكون اختي اكيد. اول وحده. اول وحده، ما دائما مين الاخت والام اول شيء بكونوا موجودين. اكيد محظوظه يعني. بس انا عملتهم هذيك السنه وقت اللي نزلت التكنولوجيا بباريس. شوفي كيف هيدول هيدا السكوير هو اللي بنشتغل عليه هون. يعني شو ما كانت المراه حلوه وقد ما تعمل ميك اب وقد ما شيء، اذا من هون مترهله بتاخذ بالتجميل صفر. هيدي كلنا بدنا نتفهمها. وقد ما يكونوا تكوينها مش ظابطين ووجهها مشدود، بميك اب شوية تظبيط تنجح بالفحص التجميلي. فاذا اول ايتاب بالتجميل تطلعي فيها على المراه خط الحنك، ثاني رقبه، الثالث جفونها، ورابع الباك اوف هاندز. فاذا هيدول ضروري نكون منتبهين عليهم. هلا بالنسبه للفنانين وبالنسبه للوجع والاسعار، التارجت تبع الثيرابي انه تبين المراه اللي عمرها 50 تبين بنص الثلاثينات، ما تترهل. مشان هيك بننصح انه نبلش باواخر الثلاثينات والاربعينات، يكون عندنا بروتوكولنا مره بالسنه. التقنيه صارت موجوده بالخليج وموجوده بالسعوديه بالرياض وبجده، والاسعار وين ما كان انترناشونال تقريبا نفس السعر مثل بعض. هون صديقتي جراحه تجميليه متخصصه بعمليات شد الوجه. She's my best friend. وقنعتها انه لا رانيا بدك تعملي بدك تعملي بدك تعملي، وعملت جلسه قالت لي عن جد ريزالت كثير حلو للي بدهم يعملوا مينتننس اوف ليفتنج. يعني ست عملت ليفتنج مثلا عمرها 55 58 لحتى يضل الليفتنج اللي عملته منيح، كمان ترجع بتعمل من بعد الليفتنج جلسه الثيرابي. ببازار ماجازين كانوا عم يحكوا بيوتي اوف ايجينج امبارح بامريكا، كانوا عم يحكوا نفس الشيء اللي عم بقوله انا اليوم، انه ستات اوكي بنقبل التجاعيد بس ما حدا بيقبل بالهبوط ترهل. اوكي، وهون لورا براون كانت عم تقول انه انا صار عمري 50 ومبين شكلي 40، كان فيني اتقبل كل شيء بالحياه، اللاينز التجاعيد شويه كلف، بس الدروبينج تبع وجهي اول ما شفته عملت ديبرشن، بس هلا لقيت الحل عم بعمل الترا ثيرابي مره بالسنه. حلو، واو هالقد. فاذا هون عم نشوف انه نو توكسينز نو نيدل، ما في ابر، ما في تشكشوك، ما في ازرقاء، ما في ورم، ما في داون تايم، وفينا نشتغل كل شيء بدنا بالوجه. هون عم نشوف للي ما بدها، يلي بالعائله عندهم بيهبط الجفن، واخر شيء بيروحوا بيعملوا عمليه البليفاروبلاستي، بقصوا عينهم بتصغر عينهم تطلع كل وحده. للي ما بيحبوا يعملوا عمليات بلشوا بكير، اذا عندكم بالعائله هيستوري، يعني اذا في عندكم وراثه، يعني وراثه بطنه، ايه شوفي كيف بعد 100 يوم ليكي قديش ارتفع. يعني اذا بتعملي عمليه ما بتاخذي هيك ريزالت لانه بتصغر عيني، وحتى كرات تحت العين يعني هون بتطلع بتلاقيه تحسن، مش بس من فوق، من يعني كلها. يعني بنشتغل نحن الاوربت كلها من تحتها بنشدها، خاصة اللي عندهم ترهلات، بس عندهم باش جيوب. شوفي قبل كيف كانت مسكرة الجلدة على العين، شوفي بعد. هون عم نفرجي سيدات كبار بالعمر، يعني كل واحد عم يعمل ايدنتيفيكيشن مع حاله، ما يقول لي لك كيفية، لا عمرها 60 المرة. شوفي هون على 50 بيفور وافتر، ما بدها تعمل عملية، ما بدها تغير شكل عيونها، تقدر تحافظ على عينها مفتوحة ما يطبق عليها الجفن. يعني العمر اللي بتبلشي فيه بتبقي هونيك،
ما بتصير تكبري، يعني بتجمدي تكوينك بتفرزي حالك بتحبي حالك بتعيشي 100 سنة. هي هلا على السنة الجديدة جايبتكم موضوع على الهايبرباريك، بتفوتي بشيء كل مثلا مرة بالأسبوع بخبركم عنه بال 2016 اوكي، بتضلك بيضة، بتضل بشرتك شابة، بتضلوا خلياكي نضرين بطلي تكبري بالعمر. أنا عبالي رح عيش عند كارول بالمركز. هي قريبة أصلاً من هون، عرفتي عم شو ما كان ضلنا هونيك. لا خذي بهالأوضة، طلعي بهالأوضة. كارول بس آخر سؤال، ما إنه عم نعملها مرة بالسنة هالتقنية أكيد مكلفة نوعاً ما مقارنة مع باقي التقنيات، صح فينا نعطي رقم إجمالي يعني ولا لا؟ شوفي بأمريكا بين الجلسة بين 3500 و 3900 دولار، بالسعودية 12000 15000 ريال، بلبنان ارخص شيء 2800 3200 دولار بالسنه توتال، يعني فول فيس كل بس كمان في واحد يقطع مثلا اذا بدك تاخذي بس عيونك مثلا 350، اذا بدك تعملي من هون لهون 1900، اذا بدك تعملي كل وجهك بس اذا بتقسميه على 12 شهر بيطلع ما بتطلع شيء. اي ثانك يو كارول، بقي معنا ايه بدي اقول لكم شو بيطلع عن جوعانين هيدي اخر حلقه بال 2015، رح اخذ بس كم ثانيه تعيد كل المشاهدين اللي كانوا عم يتابعوني اقول لهم بحبكم كثير بالسعوديه بدبي هابي نيو يير، واكيد اكيد اكيد بلبنان، وانا لبست ابيض اليوم تودع السنه هيك ان وايت، وشو كمان بدي اقول، بدي اتمنى الشفاء لبيي ان شاء الله يا رب، وبقول لكم هابي نيو يير. هابي نيو يير امين يا رب. اخر فاصل اعلاني ونتابع بقيه فقره. لا فقره واحده، تيستينج بريك، تيستينج مع دلال، خليكم معنا. لاخر فقره وصار وقت دلال تخبرنا او تخبر كارول شو حضرت لنا. كارول شو حضرنا؟ عملنا اليوم لحمه ضفناها للبيستو صوص اوكي، وجبنه الحلوم لفيناها. إذا ما بتحب اللحمة فيك تستبدلي بالدجاج بكل سهولة، فينا نضيفها بالفرن مثل ما فينا نلوحها على نار، واشتغلنا بالكسكس والتين يلي أكلتيهم كارول. ما حبيتيلي. سليتي فيه كارول من عندي. وعملنا كمان تارت بعد ما دقتيها كارول، تارت ضفنا لها الكستنة، كريم الكستنة، يعني اشتغلنا بكريم فريش من خفي، أضفنا له سكر بودرة، ومثل ما سبق وحكينا إنه شوينا كاستنا بدي أكيد بدي أشوف وين الكاستنايات تبعوني قلب التارت. لا ما هي شغلتهم طحنا الكاستنا من بعد ما سلقناها بالحليب وأكيد صفيناها ورجعنا ضفناها على التارت، واكيد برشنا شوكولا. وهلا كارول عم تاكل هيدي وصفه كثير طيبه، وهيدي التارت فينا نستفيد منها لعده كمان اكيد. العجينه مثل ما سبق وحكينا انه مش بس لهيدي الوصفه، لكل الوصفات بنشتغلها اكيد كثير طيبه دلال. صحتين يعني كانه صابلي على شوكولا على بلون على صح. ما بتعرفي شو ايه، لا من الوصفات الطيبه. هلا انت كمان بتذوق دلال اكيد كلنا رح نذوق دلال. ثانك يو، ثانك يو لكم، ثانك يو لكم، ثانك يو عليكم وعلى المشاهدين كمان. كل يلي حابين يتواصلوا معك بيعملوا لك اد على فيسبوك صح دلال كنج او على تويتر انستغرام صح. وكمان كارول كل التوفيق لك، شرف تنسي خير يا رب، وان شاء الله نشوفكم اكيد على السنه الجديده ان شاء الله اذا الله راد. كمان اللي حابب يتواصل معك اكيد يا اما بيتصل فيكي او كمان بيعمل لك اد، بيعمل لي اد على فيسبوك على كارول زمرود او على انستغرام كارول زمرود، او بيتصل فيي على الرقم اللي بيطلع دائما معنا. اوكي ونحن لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا، شكر كثير كبير لكل اللي تابعونا، بنتمنى لكم امسيه حلوه مع ال بي سي. باي باي.